بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هنتكلم مع بعض النهارده عن موضوع الكورتيكوسترويد. الكورتيكوسترويد ايه هي الكورتيكوسترويد؟ تطلع منين؟ وايه هي الحاجات السنسيتيك كورتيكوسترويد؟ عندنا سوبرا رينال جلاند او سوبرا رينال كورتكس بيطلع نوعين من الهرمونات، بيطلع الاندروجين وبيطلع الكورتيكوسترويد اللي هم كلهم عبارة عن استرويد هرمون. الاندروجين والكورتيكوسترويد. المين ادرينال الاندروجين هو الداهية او اسمه الثاني ديهايدرو ايبي اندروسترون، اختصاره ده هي. ده المين ادرينال اندروجين. في اذر ويك اندروجين بيطلعوا من السوبرا رينال كورتكس، في عندنا الاندروستين دايون واندروستين دايول، اندروستين دايون واندروستين دايول، الاثنين دول ويك اندروجين. الادرينال اندروجين هم المين بريكيرسور اوف الاستروجين في البوست مينوبوزال وومن واليانج جيرل. يبقى اهميه الاندروجين دول في الوومن مهمه جدا، او في الوومن مهمه جدا اثناء الحياه بيفور المينوبوز وبعد المينوبوز. بيفور المينوبوز هم موجودين كاندروجين وبيعدلوا الاستروجين اللي عندها. افتر مينوبوز بيتحولوا الى استروجين بكميات كبيره، وبقى هو ده المين سورس اوف الاستروجين في البوست مينوبوزال وومن وفي اليونج جيرل. طيب الكورتيكوسترويد اللي بتطلع من السوبرا رينال كورتكس عندنا نوعين، جلوكوكورتيكويد ومينرالوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد ده افكت الاميون فانكشن والميتابوليزم، والمين جلوكوكورتيكويد اللي بيطلع من السوبرا رينال كورتكس هو الكورتيزول. كورتيزول خلي بالنا اسمه الثاني هيدروكورتيزون، محدش يجي يقول لي اسمه كورتيزون، لا لا لا، الناتشرال كورتيزول. عايز تقول زون في الاخر يبقى هيدروكورتيزون. ده المين جلوكوكورتيكويد وبنبه ريسبتور خاصه به موجوده في السيتوبلازم اسمها جلوكوكورتيكويد ريسبتور. ايه تاني؟ في عندنا المينرالوكورتيكويد ده مسؤول عن ريجوليشن اوف ووتر اند الكترولايت بالانس ووتر بالانس. والمين مينرالوكورتيكويد اللي بيطلع عندنا هو مين؟ هو الالدوسترون، واللي هو ريسبتور خاص بها اسمها مينرالوكورتيكويد ريسبتور. مينرالوكورتيكويد ريسبتور دول الناتشرال. طب السينثيتك بقى، السينثيتك جلوكوكورتيكويد حسب البيولوجيكال هاف لايف قسموها الى شورت اكتنج وانترميديت اكتنج ولونج اكتنج جلوكوكورتيكويد. يبقى حسب البيولوجيكال هاف لايف اللي هو الوقت اللي بياخده تاثير الدواء عشان ينزل للنص، بيقسموها الى شورت اكتنج وانترميديت ولونج. البيولوجيكال هاف لايف هنا كام؟ من 8 ل 12 ساعة. طب هنا من 12 ل 36 ساعة. طب في اللونج اكتنج من 36 ل 72 ساعة. طب الشورت اكتنج دول زي مين؟ زي الناتشرال بالظبط اللي كان معناه من قيمة شوية، اللي اسمه كورتيزول او اسمه الثاني هيدروكورتيزون. في أدوية تانية؟ طبعا في عندنا طلع بعد منه الكورتيزون، بريدنيزون، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون، وميبريدنيزون. دول كلهم شورت اكتنج جلوكوكورتيكويد. يبقى الحاجه السينثيتيك اللي شبه الناتشرال هو الهيدروكورتيزون او اسمه الثاني كورتيزون. اما الكورتيزون ده دواء سينثيتيك ملوش بديل ناتشرال في جسمنا. يبقى لما نقول كلمه كورتيزون يبقى احنا قصدنا على سينثيتيك بريبريشن. قصدنا على ايه؟ سينثيتيك كورتيكوسترو او جلوكورتيكويد بريبريشن. يبقى هيدروكورتيزون، كورتيزون، بريدنيزون، بريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون، وميبريدنيزون. طب ميديت اكتنج زي تراي امسينولون، باراميسازون، فلو بريدنيزولون. وان الهاف لايف هنا حوالي البيولوجيكال، مش الاليمينيشن هاف لايف، البيولوجيكال هاف لايف من كام؟ من 12 ل 36 ساعه. اللونج اكتنج اللي هي البيولوجيكال هاف لايف بتاعها من 36 ل 72 زي البيتا ميسازون والديكسا ميسازون. دول مين؟ كده الجلوكوكورتيكويد. في عندنا سينثيتك بقى برضه مينرالو كورتيكويد، احنا قلنا ناتشرال الدوسترون خلاص. السينثيتك مين؟ فلودرو كورتيزون وديوكسو كورتيكوسترون اسيتيت، او اختصار اسمه الدوكا، ديوكسو كورتيكوسترون اسيتيت. تعالى للجلوكوكورتيكويد عشان هنبدا بها الاول ان شاء الله. الجلوكوكورتيكويد دي يعني اول دواء طلع كان الهيدروكورتيزون او الكورتيزول، ده دواء اتعمل صناعي يشبه الكورتيزون اللي جوه جسم، الكورتيزول اللي جوه جسمنا. الدواء ده اتجرب لقوا ان هو يمتلك انتي انفلاماتوري افكت وسولت اند ووتر ريتيننج افكت. يمتلك حاجتين، انتي انفلاماتوري افكت وسولت اند ووتر ريتيننج افكت. وقالوا الافكت بتاعه ده هو الافكت الستاندرد. ازاي يعني؟ حطه في القرص بتاعه اول ما طلع 20 مللي جرام. ال 20 مللي جرام دي عطت انتي انفلاماتوري افكت وعطت سولت اند ووتر ريتيرنج افكت. قلنا الافكت ده هو الافكت الستاندرد اللي هنقيس عليه بقيه الادويه اللي تطلع بعد كده. بعد كده عملوا دواء تاني اسمه كورتيزون. الكورتيزون حطه في قلبه 20 مللي جرام، مالكش دعوه بالرقم ده. حطه في قلبه نفس ال 20 مللي جرام دي حطوه هنا. لقوا ان هو اعطانا انتي انفلاماتوري افكت قوته 8 من 10 مقارنه بال 20 دي. يعني لو حطيت في القرص ده 20 هاخد انتي انفلاماتوري افكت اضعف قد ايه؟ لو ده واحد يبقى ده 8 من 10. طب عشان ياخد نفس الافكت اعمل ايه؟ قالوا تزود الدوز، تحط هنا 25 مللي جرام. يبقى ال 25 مللي جرام كورتيزون قوتها تعادل
انتي انفلاماتوري افكت قد ايه من الكورتيزول؟ 20. يبقى مين المور بوتنت؟ طبعا المور بوتنت في الحاله دي هو الكورتيزول. ده بيسموها ايه؟ دي بيسموها الجرعات المختلفه تديك نفس الافكت، سموها ايكويفالنت اورال دوز. ايكويفالنت اورال دوز او ايكوي افكتيف دوز، اللي هي ديفرنت دوزز من الديفرنت دراج تدينا ذا سيم افكت. انه افكت هنا انتي انفلاماتوري. طب انت ما قلتش ليه على السولت اند ووتر ريتيننج افكت؟ اصل انا لو عاوز سولت اند ووتر ريتيننج هدي مينرالو كورتيكويد، انا هنا عاطي جلوكوكورتيكويد عشان افكت الانفلاميشن والاميون فانكشن والميتابوليزم. فاللي يهمني هنا هو الانتي انفلاماتوري افكت. عملوا بعد كده دواء بعد كده اسمه بريدنيزون، حطوا في القرص بتاعه 20 مللي جرام، لقوا ان هو ادينا انتي انفلاماتوري افكت 4 مرات قد قوه ال 20 مللي جرام كورتيزون. يبقى ده امور اقوى. نقسم بقى ال 20 على 4 فيها كام ونحطه في القرص؟ 5 مللي جرام. يبقى ال 5 مللي جرام بريدنيزون قوتها كانتي انفلاماتوري تعادل قد ايه من الاخ ده الكورتيزول؟ 20. دي كلها بسموها ايكو ايفلنت دوز. وهكذا طلعت بريبريشن زي الميثايل البريدنيزولون، ميثايل بريدنيزولون، ميبريدنيزون. دي كلها انا شايف هنشوف ايه ان الانتي انفلاماتوري افكت عمال يزيد والسولت اند ووتر ريتيننج افكت عشان ايه عمال يقل. ده مفيد؟ اه مفيد، لان في حالات ببقى عايز بيها الانتي انفلاماتوري افكت بجلوكورتيكويد، مش عايزها تعمل لي سولت اند ووتر ريتنشن لان ده هيعلي الضغط وهيعمل اديمه وهيعمل مشاكل. طيب الانترميديت اكتنج زي تراي امسينولون قوته كام مره؟ 5 مرات، عشان كده القرص في قلبه كام؟ 4. يبقى الاربعه هنا قوتها كانتي انفلاماتوري تعادل كام؟ 20 مللي جرام هيدروكورتيزون. البارامتازون 10، 10 20 على 10 فيها الاثنين وهكذا. الليبريدنيزون 15 في قلبها 1.5 مللي جرام. اللونج اكتنج الانتي انفلاماتوري افكت بتاعت البيسامستازون 25 مره، من 25 مره الى 40 مره قد قوه ال 20. يعني لو حطيت في القرص 20 مللي جرام بتاعها تدينا قوتها انتي انفلاماتوري افكت من 25 ل 40 مره قد ال 20 دي. عشان كده القرص في قلبه 6 من 10 مللي جرام الديكساميثازون، 30 مره القرص في قلبه كام؟ 75 من 100 مللي جرام. يبقى ده اسمها الايكويفالنت دوزز. نخلي بالنا ان البريدنيزون والكورتيزون برو دراج لازم يتحولوا في الليفر الى الاخ ده يتحول لده، البريدنيزون يتحول الى بريدنيزولون، والكورتيزون لازم يتحول الى كورتيزون. يبقى عرفنا في حاجه اسمها ايكويفالنت دوزز في التابلت اللي هي ديفرنت دوزز دي انتي انفلاماتوري افكت. نمره 2 عرفنا ان البريدنيزون الكورتيزون سوري الكورتيزون والبريدنيزون برو دراج، الكورتيزون والبريدنيزون برو دراج لازم الكورتيزون يتحول الى كورتيزون ولازم البريدنيزون يتحول الى بريدنيزولون. الاسترويد اللي لها انتي انفلاماتوري افكت قوي وما لهاش سولت اند ووتر ريتيننج افكت، ده شوف احنا وصلنا في ايه؟ وصلنا للانتي سولت اند ووتر ريتيننج افكت وصل في الاخر في اللونج اكتنج، وبعد والانترميديت اكتنج وصل بقى ايه؟ بقى زيرو. يبقى انا لو عندي اكيوت انفلاماتوري كونديشن ومحتاج جلوكوكورتيكويد ما لهاش سولت اند ووتر ريتنشن، اه يبقى افضل ايه اللونج اكتنج والانترميديت، لان الانتي سولت اند ووتر ريتيننج افكت بتاعها كام؟ صفر، مش هيديني السولت اند ووتر سايد افكت اللي بيحصل من الجلوكوكورتيكويد برلونج ديوز. لكن لو هستخدم الجلوكوكورتيكويد فور برلونج ديوز محتاج انا عاوز الانتي انفلاماتوري افكت وعاوز معاها السولت اند ووتر ريتيننج افكت، لان الجلوكوكورتيكويد بتشارك مع المينرالوكورتيكويد في الكنترول اوف ووتر والالكترولايت بالانس، ما اقدرش استغنى عنها لو انا هاخدها لفتره طويله زي ما هنشوف هحتاج الاثنين. طيب الكاينيتك كل الجلوكوكورتيكويد بتبقى رابدلي اند كومبليتلي ابزوربد من جميع الروت اوف ادمنستريشن، حتى لو حطيتها توبيكال لوكال في اي مكان اوعى تفكر انها تفضل في مكانها، بيحصل لها ابزوربشن وبنخاف فيها في الاطفال. وخلي بالك لو حطيت دارج دوز توبيكال فتره طويله ممكن هتعمل لي مشاكل، تعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على البيتيوتري زي ما هنشوف كمان شويه. طيب البلازما هاف لايف بتاعهم فاري حسب الايه؟ حسب البريبريشن. بالنسبه للكورتيزول اللي هو الهيدروكورتيزون ها اللي هو الناتشرال سينثيتك، الاليمينيشن هاف لايف بتاعهم مش البيولوجيكال، الاليمينيشن هاف لايف من ساعه لساعه ونص، من 60 ل 90 دقيقه. الافكت بتاعهم بيبقى برولونجد، بيبقى لهم ديليد اونست لكن برولونجد افكت لانهم افكت الجين زي ما تشوف دلوقتي، بيحصل لهم ميتابوليزم في الليفر وبخروج عن طريق الكدني. لما بندي كورتيزول من بره زي الكورتيزول اللي جوه الجسم بيروح يمسك في بلازما بروتين اسمها كورتيكوسترويد، كورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين، كورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين بنسبه كام في الميه؟ 90%، ومن 5 ل 10% بيفضلوا يا اما فري يا ماسكين في الالبوم. يبقى لما بندي كورتيزول من بره زيه زي الكورتيزول اللي جوه 90% من الكميه اللي دخلت بتمسك في بلازما بروتين اسمها كورتيكوسترويد بايندنج جلوبلين. طب وال 10% اللي باقيه؟
قالوا يا اما تفضل فري يا اما تمسك في الالبوم. حتى اللي ماسكه في الالبوم لو مسكت في الالبوم بنعتبرها فري. ليه بقى؟ لان الالبوم هاز لارج كاباسيتي اند لو افينيتي فور كورتيزول، يعني عنده اماكن كتير يمسك فيها الكورتيزول، لكن الكورتيزول لما بيمسك فيه ما بيمسكش بسترونج بوند، فبالتالي يبقى ايزلي ديسبليسد ويفك منه، فبنعتبره ان هو فري كورتيزول وليس باوند كورتيزول من البلازما بروتين. السنسيتك بقى كورتيكوسترويد كلها لما بنديها من بره سواء كانت مينرالو او جلوكو بتمسك مين اللي في مين؟ في الالبوم. طب تعال نشوف الميكانيزم اوف اكشن اللي خدناه في الفسيولوجي. الجلوكو كورتيكويد لما بنديها بتعدي من السيل ميمبرين لانها فيري ليبيد سولوبل، ده في قلبها كوليسترول نيوكلاس، ايوه ده اسمها سترويد هرمون. طيب بتعدي من السيل ميمبرين وتدخل جوه السيتوبلازم تلاقي ريسبتور خاص بها اسمه جي ار ريسبتور او جلوكو كورتيكويد ريسبتور، تتحد مع الريسبتور بالمنظر ده اهو، اتحدت معاه وبعد كده الكومبلكس ده بيبقى ترانسبورتد ويروح للنيوكلاس يمسك في الدي ان ايه كنترول عمليه او موديفاي الجين ترانسكريبشن، موديفاي الجين ترانسكريبشن. عشان كده معظم الايفكت بتاعها بيبقى ديليد ايفكت، اوعى تدي العيان حقنه مثلا هيدروكورتيزون انترافينوس وتقول الايفكت هيبان ان 1 مينت، لا لا انت بتحلم، ده محتاج سيفرال اور من 4 ل 6 ساعات عشان يبقى بايه ماجنيفايد ويبقى ابرنت وتشوف الايفكت بتاعك. ليه؟ لان الدواء بتاعي كنترول عمليه الجين ترانسكريبشن والبروتين سينسز، والموضوع ده له ديليد اونست، موضوع سلو زي ما خدناه بكده في الجنرال فارماكولوجي. طب ده هل معنى كده ان جلوكوكورتيكويد ملهاش ايميديت اكشن؟ لها بعض الايميديت ايفكت، وبيقولوا الايميديت ايفكت بتاعها بيبقى عن طريق جي بروتين لينكد ريسبتور، يعني ريسبتور موجود في السيل ميمبرين ماسك جوه الخليه في جي بروتين، ده ريسبتور تاني زي ايه؟ قالوا زي لما بندي كده مثلا الكورتيزول في عيان عنده ادرينو ها كونجنتال ادرينال هايبربليجيا، بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن اوف الاي سي تي اتش ان 1 مينيت او ان 2 مينيت او 3 مينيت، ان مينيتس مش من اور. طب الايميديت ايفكت ده حصل عن طريق ايه؟ عن طريق الانتراسيلولار سترويد ريسبتور اللي هي بتتمسك فيها وتتنقل للنيوكلاس، لا 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 لا، عن طريق حاجه اسمها جي بروتين كابلد ريسبتور، ريسبتور موجود في السيل ميمبرين ها اتاتش جوه الخليه مع جي بروتين. واشهر ايفكت بنشوفه بيحصل مع الجلوكورتيكويد هو النيجاتيف فيدباك انهبيشن لما تحقن كورتيزول ويعمل لك انهبيشن للاي سي تي اتش سيكريشن، ده بيظهر في ان مينيت نوت ان اور زي الديليد ايفكت. طيب الفسيولوجيكال ايفكت بتاعتها لها دايركت ايفكت وبرميسيف ايفكت. دايركت ايفكت دي دوز ريليتد اند بيكام ماجنيفايد وان لارج اماونت ار ادمنستريتد فور ثيرابيوتيك يوزز، يعني دايركت ايفكت بتاعها استخدام يعني دايركت اكشن بتاعت خاصه بقى هي، بكل ما تدي دوز اعلى الايفكت ده بيبان وبنشوفه لما نستخدم جرعات كبيره في الثيرابيوتيك يوزز. في لها بيرميسيف ايفكت تاني كفسيولوجي، يعني ايه؟ يعني في غيابها بدون الجلوكوكورتيكويد الاذر هرمون اللي موجود في جسمنا او الاذر سابستانس او الاذر ترانسميتر ممكن ما تعرفش تشتغل، يعني ممكن يبقى في جسمي كاتيكولامين وجروس هرمون وادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وما تشتغلش. زي ايه كده؟ قالوا استجابه الفاسكولار والبرونكال سموث ماسل للكاتيكولامين محتاج برميشن من الجلوكوكورتيكويد، استجابه الفات سيل للكاتيكولامين والادرينو كورتيكوتروفيك هرمون وجروس هرمون تعمل ايه؟ تستجيب لهم؟ قالوا تعمل لايبوليسيس. قالوا لو ما فيش جلوكوكورتيكويد دول مش هيشتغلوا، يبقى بتدي دايركت افكت وبرميسيف افكت، تدي تصريح للاذر كيميكال ترانسميتر في جسمنا او الهرمون انها تشتغل. يعني لو العيان انا اديته الاذر هرمون دي الاذر سبستانس دي وهو ما عندوش جلوكوكورتيكويد مش هتشتغل الحاجات التانيه، مش هيشتغل الكاتيكولامين لا على البرونكيال سموث ماسل ولا على الفاسكولار سموث ماسل، مش هيشتغل على الاديبوس تيشو ولا هيحصل في الاديبوس تيشو لايبوليسيز ها للجروس هرمون ولا الاس تي اتش ولا الكاتيكولامين. يبقى دول عشان يشتغلوا يعملوا لايبوليسيس في الاديبوس تيل محتاجين مين؟ بيرميشن من الجلوكو كورتيكويد. ده الفيسيولوجيكال افكت. تعالوا بقى لموضوعنا اللي هو الفارماكولوجيكال افكت، عرفنا الميكانيزم اوف اكشن وناخد الفارماكولوجيكال افكت. اول حاجه على الميتابوليزم، لها ميتابوليك افكت على البروتين وعلى الكربوهيدرات وعلى الفات ها ميتابوليزم وعلى الووتر بالانس. تعالى اما نشوف واحده واحده على البروتين، قالوا لها كاتابوليك وانتي انابوليك افكت، يبقى جلوكوكورتيكويد تمتلك كاتابوليك انتي انابو اند انتي انابوليك افكت، يعني هدام ويمنع البناء بتاع البروتين. فين؟ قالوا في الليمفويد تيشو والكونكتيف تيشو والسكن والسكيتال ماسل والبول. يعني المريض لما بديله جلوكوكورتيكويد لارج دوز فور لونج بيريود انا بمنع البروتين سينسز وبكسر البروتينات اللي في جسمه في الليمفويد تيشو وفي الكونكتيف تيشو وفي السكن وفي السكيتال ماسل وفي البول، عشان كده بيحصل ويكنس
and thinning of the skeletal muscle، يحصل weakness and thinning of the skeletal muscle، وايه كمان اسف of the skin، يبقى الجلد بتاع المريض بيضعف وبرقيق جدا، ويظهر البلاد فيزل اللي تحته زي ما نشوف، وايه كمان ويحصل سكليتال ماسل ويكنس وويستنج، وممكن يعني يجي له بروكسيمال ماسل مايوباسي، الاقي السكليتال ماسل في البروكسيمال بارت اوف ذا ليمب سواء الاور اور لور حصل فيها ضمور، حصل فيها ويستنج وبقت رفيعه جدا، ايه كمان على العظم يعمل نفس الحركه دي، يديني اوستيوبروزز لانه بيمنع تكوين حاجه اسمها البون ماتريكس. البون ماتريكس ده عباره عن بروتين استراكشر اللي هو الشبكه اللي بيزرع جواها المينرال المعادن الصوديوم للاسف الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفين. قالوا ده الشبكه مش موجوده هي اسمها البول ماتريكس، فالمريض يجي له هشاشه عظام او اوستيو بروزز، والاوستيو بروزز ده الحقيقه بيبقى ميجور ليميتيشن فور لونج تيرم يوز اوف الكورتيكويد في كبار السن، لان كبار السن اكثر ناس عرضه للاوستيو بروزز خاصه البوست منوبوزال وومن. طب معنى كده ان الرجاله الكبيره ما بيجيلهاش برضه بتجيلها، لان برضه بيقل الاندروجين في كبار السن، فبالتالي بيبقى عرضه للاوستيو بروزز، لكن الستات بيبقى الموضوع مانيفست قوي عشان بيحصل ماركت ديفيشنسي في الايه في الاستروجين افتر منوبوز. طبعا كربوهيدرات تعمل ايه؟ قالوا بتروح على الليفر بتزود تصنيع الجلوكوز من البروتين، كسر البروتين تخلي الليفر ياخده يستخدمه يصنع منه جلوكوز ومن اللاكتيك اسيد، فيتزود الهيباتيك جلوكونيوجينيس، فالجلوكوز يصنع كتير في الليفر يطلع من الليفر الى الدم يعمل هايبر جليسيميا يزود بلاد جلوكوز. مش كده وبس، ده الجلوكوكورتيكويد بتمنع الخلايا انها تاخد الجلوكوز اللي زايد في الدم، يبقى بتزود الجلوكونيوجينيس فتزود لي الجلوكوز او تبط من الليفر الى الدم، وكمان بتمنع البريفرال ابتيك اوف جلوكوز، الجلوكوز مش هيدخل جوه الخلايا فيحصل ماركت انكريس في البلاد جلوكوز. عشان كده المريض اللي ما ياخدها بيجي له هايبر جلايسيميا، يبقى خلي بالنا المرضى لما تاخد الجلوكورتيكويد خاصه لفتره طويله، يعني الكلام ده يا جماعه مش هيحصل مره واحده، او يعني ياخده مثلا هياخد علاج جرعه كبيره لفتره اسبوعين ثلاثه اربعه، كل ما زودت الديوريشن اشوف الاقي عنده هايبر جلايسيميا. طب لما يحصل هايبر جلايسيميا لو الشخص ده كان نورمال ما عندوش دايبيتس ايه اللي هيحصل؟ البنكرياس هيستجيب، البلاد جلوكوز زاد لازم الانسولين يطلع، يطلع الانسولين يجي يدخل الجلوكوز جوه الخلايا ما يقدرش عليه، يفضل الجلوكوز عالي والانسولين عالي، يبقى المريض هيبقى دلوقتي عنده هايبر جلايسيميا وهايبر انسولينيميا. طبعا الفات بيعمل ايه؟ قالوا الجلوكوكورتيكويد بتدي برميشن للكروس هرمون والادرينوكورتيكوتروفيك هرمون والكاتيكولامين، ها ان هم يشتغلوا على مين؟ على الفات سيل. بتعمل ايه هناك؟ قالوا بتزود السنسيتيفيتي بتاعه الهرمون سنسيتيف لايبيز، بتعمل لايبولوسيس عن طريق ان هي بتزود بتستيموليت الهرمون سنسيتيف لايبيز، يبقى هي بتنبه الهرمون سنسيتيف لايبيز وبتدي بيرميشن لللايبوليتيك هرمون انها تشتغل، فبالتالي يحصل لايبوليسيز في الفات سيل ويطلع من الفات سيلز الى البلاد الفري فاتي اسيد، يزيد الفري فاتي اسيد، فالبلازما فري فاتي اسيد زادت، يبقى انا دلوقتي عندي البلاد جلوكوز زايد والانسولين زايد والفري فاتي اسيد زادت، ايه اللي هيحصل؟ الانسولين اللي طلع مش قادر على الجلوكوز لان الدواء بتاعك منع البريفرال ابتيك، انما الانسولين يقدر على الفاتي اسيد ياخدها يقول لها تعالى ما اعمل لك لايبوجينيز، لان يعني عارف الانسولين لايبوجينيز. ايوه، ومرضى السكر مرضى الدايابيتس لما بياخدوا حقن الانسولين بيبدا وزنهم يزيد لان الانسولين لايبوجينيك زي ما احنا عارفين في البايو والفيسيولوجي، فالانسولين اللي زاد ياخد الفري فاتي اسيد يعمل لها ريديستريبيوشن، ياخد الفري فاتي اسيد يرصبها يعمل لايبوجينيز، ياخد الفري فاتي اسيد يرصبها فين؟ في الفيس، تلاقي الشخص فجأة وشه كان كده، وشه بقى عريض ومدور كده، بيقول لك ايه؟ مون فيس، يرصبها في الباك اوف ذا نيك، يعمل ما يسمى بالبافلو هامب، بافلو هامب او رقبة اللي ايه الابقار او البقر. طيب ايه كمان؟ يرصبها في الابدومين، يعمل حاجة اسمها بيندولاس ابدومين او ايه او كرش يعني، يبقى بيندولاس ابدومين، يبقى يبقى انا عندي الفات هيعاد ترصيبه، الدواء بتاعك عمل ايه؟ نبه الهرمون لايبيز في الاديبوس تيشو عمل لايبولسيس، طلع من الفات سيلز الى البلازما فري فاتي اسيد، فري فاتي اسيد مين اللي ياخدها؟ الانسولين، يعملها ايه؟ لايبوجينيسيس، يرصبها فين؟ يرصبها في اماكن غير اللي الطبيعيه. في جسمنا الفات مترصب تبع عند السكس هرمون عشان يديني الماسكولاين كونتور ويدي لك الماسكولاين كونتور ويديها هي زميلتك يديها مين؟ الفيمناين كونتور. تلاقي البنت ماشيه كده زي العصايه فجاه عندها 10 12 سنه ويقول لك خلاص خرات البنات خراتها، ايه خرات البنات خراتها؟ الاستروجين يا عم، طلع من خلاص بدات تخش في البيورتي وطلع الاستروجين، خد الفات رصبها في الاماكن اللي تديها الشكل الانثوي، رصبها في البطن من ورا تديك الايه تكبر المسائل، وفي البريست تكبر البريست عشان يديها الشكل الانثوي، ياخد الفات عندك وعندي يرصبه في اماكن تانيه عشان يدينا الماسكولاين كونتور، انما هنا الفات اللي طلع من الاماكن اللي كان مترصب فيها طبعا السكس هرمون طلع الفري فاتي اسيد من الاماكن دي كلها،
ها وراح للدم، يقوم واخده يعملوا ايه؟ يرسبوا هنا في الفيس. عشان كده في بعض البنات الخايبه يروحوا يعملوا ايه؟ يروحوا الصيدليه يقول انا عايزه ايه؟ السولكورتيف، عايزه اقراص السولكورتيف او البري او البريدنيزون او الكورتيكويد. تاخدها عشان ايه؟ يقول لك عشان اعمل مون فيس. هتعملي مون فيس؟ طب ما انت هيجي لك بافلو هوم وهيجي لك ترانكل اوبيست، ومش كده وبس، هيحصل لك ضمور في الايه؟ في العضلات، وايه كمان؟ واستراي زي ما هنشوف، هتتبهدل. لكن الخيابه ما لهاش حل. طيب ده بالنسبه لايه؟ للايفكت بتاعه على الووتر بالانس والالكترولايت بالانس، بيزود الصوديوم ري ابزوربشن، يعمل لي هايبر ناتريميا، يزود الصوديوم ري ابزوربشن من الكلى. احنا عارفين هنا ده وحده تكوين الكلى اللي اسمها النفرون، ها بيتكون من حاجه اسمها جلومرال ابريتس والبروكسيمال كونفليوتد تيبيول واللوب اوف هينلي اللي هو حرف اليو ده، وبعدين الديستال تيبيول والكولكتنج ده. انا عندي الدم بيجي هنا يتفلتر وينزل عشان يبقى يورين. طيب الدواء بتاعي بيعمل ايه؟ قالوا الادويه دي جلوكوكورتيكويد والمينرالوكورتيكويد لها ريسبتور، وهما الاثنين بيشتغلوا عليها فين؟ في النفرون هنا. بيعملوا ايه؟ بيزودوا الري ابزوربشن من اليورين الى الدم للصوديوم، والصوديوم هو طالع من اليورين رايح للدم ياخد معاه ميه، يقوم يعمل ري ابزوربشن للصوديوم، ياخد معاه ميه وهو داخل، فبالتالي يحصل ايه في البلاد فوليوم؟ يزيد. فلو انا اخدت جلوكوكورتيكويد تمتلك مينرالو كورتيكويد افكت اللي هي ده، اها لها مينرالو او سولت اند ووتر ريتيننج افكت، هتعمل ايه؟ هتعمل اكشن. انما العالم دي ملهاش في الايه؟ في المساله دي. يبقى على الووتر والالكترولايت بالانس بيزود الصوديوم ري ابزوربشن من الكدني الى الدم، والصوديوم وهو داخل ياخد معاه ايكو اوزموتيك اماونت اوف ووتر، فيزيد البلاد فوليوم، فيزيد الكاردياك ابوت، فيزيد البلاد بريشر، والعيان كمان جسمه يورم، يجي له ايه؟ اديمه، لان الميه الكتير هتزود لك الاكسترا سولار فلويد سواء في البلازما او الانترستيشيال. ايه كمان؟ الصوديوم لما بيدخل كده جوه الدم من اليورين الى الدم، دخل بوست في تشارج اسمها صوديوم، لازم الجسم يرمي قبلها بوست في تشارج ثانيه اللي هي مين؟ الهيدروجين والبوتاسيوم. يقوم العيان يجي له هايبر ناتريميا وهايبوكاليميا، والهيدروجين ينزل يقوم داخل في الكالوزيس. داخل في ايه؟ هايبوكاليميك الكالوزيس. ايه بقى اللي لها مينرالو كورتيكويد افكت او لها سولت اند ووتر ريتينج افكت؟ هتعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن، هايبوكاليميك الكالوزيس. ايه كمان؟ قالوا الافكت بتاعها ده كده خلاص خلص على الكدني. بتروح بقى على حركه السوائل. انا عارف ان في حاجه اسمها بلازما فلويد، وفي حاجه اسمها انترستيشال فلويد، وحاجه اسمها انتراسيلولار فلويد. علمونا في الفسيولوجي، قالوا لنا البادي فلويد في عندنا انتراسيلولار واكسترا سيلر وترانس سيلر. سيبك من ترانس سيلر ده بتاع الجوينت سبيس والسيرس كافيتي، خلينا في الاثنين الرئيسيين اللي هو الانترا سيلر فلويد والاكسترا سيلر. الاكسترا سيلر فلويد دي نوعين، بلازما او بيسموه انترا فاسكولار وانترستيشيال، يعني بين الخلايا وبعضها، يا في سوائل جوه الخليه وفي سوائل بين الخلايا وبعضها وجوه البلازما. اللي بين الخلايا وبعضها والبلازما دول الاكسترا سيلر، هنا اسمه ايه؟ انترستيشيال، وده اسمه ايه؟ بلازما. في دايما حركه للسوائل من البلازما، تروح للاكسترا، تروح للانترا، ويخرج تاني ويروح ليه؟ عشان الخلايا يجي لها نيوترنت زائبه في الفلويد وتحتاجها عشان تعمل تطلع طاقه نمره اثنين، او عايز امينو اسيد عشان تبني بروتين وهكذا. وبعدين الخلايا نتيجه الميتابوليزم بيطلع منها الوست برودكت دايبه في الفلويد وتيجي هنا، وفي الاخر تتفلتر وتنزل وتخرج في اليورين. الادويه بتاعت الجلوكوكورتيكويد كلها بلا استثناء بتعمل حاجه مش كويسه هنا، بتعمل ايه؟ قالوا بتقلل او بتمنع الووتر شيفت من الاكسترا الى الانترا. يعني معنى كده الميه مش هتيجي من هنا تدخل هنا. طب الميه اللي كانت جوه الخلايا قالوا ممكن تخرج بره لكن ما ترجعش تاني. تخرج، فاذا ده هيزيد، فبالتالي البلازما فوليوم هيزيد. فالبلازما فوليوم فالبلاد فوليوم هيزيد، يتفلتر وينزل، يبقى اليورين فوليوم زاد، العين هيفقد ميه. لا لا لا، لو لها سولت اند ووتر ريتيننج افكت، العيله القديمه اللي شورت اكتنج، هتشتغل هنا تعمل ايه؟ تسحب الصوديوم وتسحب الميه وتظبط لي الدنيا تاني. يبقى صحيح هي قللت الووتر شيفت من الاكسترا سيلر للانترا سيلر، لكن الميه دي لما زادت هنا ودخلت البلازما واتفلترت ونزلت، السحبت تاني ودخلت الى الدم، فبالتالي الجسم مش هيفقد ميه. عشان كده المريض ايه اللي بيحصل له؟ المريض الاقيه ورم، جسمه ورم عشان حاجتين، الجسم عمال يسحب الصوديوم والميه اللي نازله في اليورين ودخلها الدم، ومانع الميه دي انها تدخل جوه الخلايا، فبالتالي الانترستيشنال فلويد هيزيد، يقوم العين جسمه يورم، وتحط ايدك تضغط على رجله تلاقي مكانها حصل بيتنج اديما. طب انا المريض بتاعي لو واخد علم اللي هي الشورت انترميديت او لونج اكتنج، الذي يمتلك
ان هو يمنع الووتر شيفت من الاكسسوار، لكن السولت اند ووتر ريتيننج افكت على الكدني كام؟ زيرو. ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ في الحاله دي العيان بتاعنا مناعتنا كده، مناعه الميه تدخل، الميه كترت هنا راحت للبلازما اتفلترت وهي ماشيه راح على الكدني، لقت الدواء اللي بيتاخد ملوش هذا الافكت، تقوم نازله. يقوم المريض يفقد الميه الزياده، الميه اللي بين الخلايا وبعضها تكتر وتروح للبلازما، يكتر البلاد فوليوم، يتفلتر اكتر، يخرج من جسم ميه وما ترجعش تاني لان الدواء بتاعي. اذا لو انا عايز عيان عندي مورم وعنده اوتو اميون ديزيز وعاوز اخد الجلوكوكورتيكويد عشان اخرج الميه من جسمه، هديله الانترميديت اكتنج او اللونج اكتنج زي البيتاميثازون وديكساميثازون. تعمل ايه؟ تمنع الووتر شيفت من الاكسترا سيرال للانترا سيرال كومبارتمنت، فيزود لي الجي اف ار اللي هو الجلوميرال فلتريشن ريت اللي هو معدل فلتره الايه البلازما فلويد هنا اهو، فبالتالي يحصل دايوريسز، الاقي كميه اليورين زادت لان البيتا والديكسا ما لهمش افكت في المكان ده، ما بيعملش سلطه الووتر بري ابزوربشن، فيحصل دايوريسز في مرض اسمه نفروتيك سندروم ومشهير جدا ان هو عباره عن اوتو اميون ديزيز بيجي في الكدني بيخلي عين جسمه يورم. طيب دخل ده الافكت بتاعها على الميتابوليزم، الافكت بتاعها كانتي انفلاماتوري وايمينو سابريسيف، وده مهم جدا جدا جدا. 99% من استخدامات الجلوكوكورتيكويد عشان هذه السلايد عشان الانتي انفلاماتوري والاميونو سبريسيف افكت. بيعمل ايه؟ قالوا بانهبت الفوسفولايبيز اي 2. انا عارف ان السيل ممبرين فوسفوليبيد بيشتغل على انزيم اسمه فوسفولايبيز اي 2 يطلع منه ماده اسمها الاراكودونيك اسيد، الاراكودونيك اسيد او في روايه ثانيه الاراشودونيك اسيد. الاراكودونيك اسيد ده بيخش في سكه السلامه او سكه الندامه، في سكه السلامه بالكوكس او بالسايكلو اوكسجينيز انزيم بيكون لنا البروستاجلاندين، وفي سكه الندامه باللوكس اللي هو اللايبو اوكسجينيز يكون الليكوتريين. يبقى على يبقى الفوسفولايبيز اي 2 اشتغل على الفوسفوليبيد اوف سيل ميمبرين طلع منها مين؟ الاراكوتونيك اسيد اللي في الاخر هيكون لي بروستا جلاندين الليكوتريين. على فكره البروستا جلاندين الليكوتريين الاثنين اسمهم انفلاماتوري ميدييتور، انفلاماتوري ميدييتور. الدواء بتاعي بيعمل ايه؟ بيروح ينهبت الفوسفولايبيز اي 2 بيخلي الخليه كنترول الجين ترانسكريبشن، بدل ما تكون فوسفولايبيز اي 2 تكون لايبوكورتين مكانه. يبقى بيروح ويمسك في نيوكلاس يمنع تكوين الانزيم اللي اسمه فوسفولايبيز اي 2، يخلي الخلايا بدل ما تكونه هو تكون لايبوكورتين، فبالتالي ده ما عادش موجود، فبالتالي الاراكودونيك اسيد مش هيكون، فبالتالي البروستاجلاندين والليكوتراين اللي هم انفلاماتوري ميديتور مش هيبقوا مكونين. اذا اول حاجه كانتي انفلاماتوري افكت انهبت تكوين الانفلاماتوري ميديتور اللي هي البروستاجلاندين والليكوتراين. ده مش كده وبس، بينقص تكوين كمان السايكلو اوكسجينيز 2 اللي هو كان بيكون انفلاماتوري بروستاجلاندين. حلو جدا، انا قللت بروستاجلاندين جامد وقللت الليكوتراين. ايه كمان؟ الدواء بتاعنا بيروح على البي سيل البي ليمفوسايت بيقلل تكوين الانتي بوديز، فيقلل الانتي بودي فورميشن، فبالتالي بيقلل الانتيجين انتي بودي رياكشن. مش كده وبس، ده كمان استابلايز الماست سيل والبيزوفيل، فيمنع خروج الهيستامين منهم، فبالتالي الهيستامين ده لما كان بيطلع كان بيزود الكابيلاري فيرنابيلتي، هتقل الكابيلاري فيرنابيلتي. هو الهيستامين بيطلع في حالات الانفلاميشن بيعمل ايه؟ بيعمل ريدنس. الهيستامين بيعمل فازو دايليشن بيعمل ريدنس وبيزود الكابيلاري فيرنابيلتي يعمل اديمه. فالدواء بتاعك منع خروج الانتيبادي، قلل تكوينه في البي ليمفوسايت، فقلل الانتي بودي رياكشن، فبقت الماست سيل ما عليهاش اميونو جلوبولين اي كتير اللي هو انتيبادي، فبالتالي ما حصلش انتي بودي رياكشن، فالماست سيل والبيزوفيل بقوا ستيبل ما طلعش منهم هيستامين، فقلت الكابيلاري ريبيلتي. مش كده وبس، الجلوكورتيكويد لها دايركت فازو كونستريكتور افكت، لو حطيتها على البلاد فيزل وصلت الجلد وصلت البلاد فيزل تعمل فازو كونستريكشن. مش كده وبس، ده بتقلل المايجريشن والفانكشن بتاع الماكروفاج والاذر انتيجين ريزيستنت سيل، بتقلل المايجريشن اوف الماكروفاج من البلاد فيزل الى السايت اوف انفلاميشن، بتقلل الماكروفاج ومعاها البوليمورف نيوكلير ليكوسايت زي ما تيجي كمان شويه. ايه كمان؟ استابلايز اللايزوما الممبرين وانهبيت البروتريك انزيم. كل الكلام ده يقول لك ان البي ليمفوسايت لها، يقول لنا اسف، ان الجلوكورتيكويد لها بوتنت انتي انفلاماتوري افكت، اقوى انتي انفلاماتوري افكت، النون سترويدال لا تقارن جنبها بحاجه، بيمنع تكوين البروستاجلاندين والليكوتراين بطريقتين، ويمنع الهيومرال اميونيتي، يمنع الانتي بودي فورميشن والانتي انتي بودي رياكشن والسبلايز المصل، وكمان بيقلل السيلولر اميونيتي عشان انه بيقلل المايجريشن اوف الماكروفاج والبوليمورف نيوكلير ليكوسايت والانتيجين بريسنتنج سيل انها توصل للانفلاماتوري سايت، وكمان استابلايز اللايزوم الممبرين وانهبت البروتيك انزيم، فايه انهبت السيلولر والهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي. خلي بالنا عشان الايفكت الحلو ده 99% من اليوز اقول لك بنستخدمها في الالرجيك رياكشن. ليه؟ عشان دول بنستخدمها في الاميون ديزيز، اوتو اميون ديزيز اللي هو الروماتيد ارثرايتس والسيمي كلوبس. ليه؟ عشان دول
نستخدمها في الانفلاماتري كونديشن، في الارثرايتس والاكزيما والدرماتيتس واي حاجه فيها ايتس. ليه؟ عشان هو دول الايفكت برضه. خلي بالنا من اليوز ده مهم جدا جدا. بقيه الايفكت بقى على السي ان اس بتعمل ايه؟ المريض اول ما بياخدها بيجيله انسومنيا، والحقيقه الانسومنيا دي بتبان ممكن من اول جرعه، من اول يوم ياخد الدواء. يعني في حاجات في ايفكت محتاجه ايام وشهور عشان تبان، انما الانيشيالي بيعمل انسومنيا وايفوريا، العيان يبقى قاعد مبسوط كده ومزاجه حلو، وبعدين يبدا يتكلم كتير ويبقى كلامه كتير، يبقى عنده هايبومانيا. يبقى الهايبومانيا بيبقى المود بتاعه ليتد، يعني مبسوط ايفوريك، وفي نفس الوقت توكاتيف بيتكلم كتير. ايه كمان؟ قال لك ان استخدمها لفتره طويله بتقلب معاه بديبريشن. عشان كده نقول لك في الكونترا انديكيشن اوعى تدي جلوكوكورتيكويد في سايكوتيك بيشنت. السايكوتيك بيشنت يعني عنده مانيا، ها؟ مع الهايبومانيا ده ما قبل الجنان، بقى مانيا بقى مجنون خلاص، بقى مجنون. فبالتالي لا عنده مانيا ولا عنده ديبريشن ولا عنده شيزوفرينيا اللي هو اللي ايه؟ سايكوتيك ديزيز. ايه بقى على السي ان اس؟ طيب يعني ما يعني على السي ان اس كده ملهاش يوز، وحشه كده بتعمل انسومنيا؟ لا، هنبقى نستخدمها في الناس اللي هم اللي عندهم سيريبرال اديما، واحد بيعمل عمليه جراحيه وبعدين نتيجه الجراحه والشغل بيحصل اديما في البرين، فبنديها لا عشان ايه؟ عشان الايفكت الحلو ده، عشان هتمنع الوتر شيفت من الاكسترا سيلولر الى الانتر سيلولر، فالميه اللي بين الخلايا مش هتدخل وهتكتر، تروح البلازما، تروح البلازما وتتفلتر، وندي بقى الايه؟ الديكساميثازون او البيتاميثازون اللي هو يشتغل هنا زيرو، فيمنع الايفكت هنا وهنا زيرو، فبالتالي الميه هتروح هنا وتتفلتر وتنزل على الايه؟ على الصرف الصحي على طول، او على الاسطره بتاعت العيان وكيس البول اللي متعلق له. طيب على الاي، على الاي لو اتاخدت لفتره طويله يعمل حاجتين في العين، حاجه اسمها بوستيريور سب كابسولار كاتراكت، او يعمل ميه بيضه عتامه في اللينس، عدد ست العين تبقى اوبيك، سموها بوستيريور سب كابسولار كاتراكت، وممكن لو اتحط نقط في العين اي دروبز لفتره طويله يزود ضغط العين، يعمل حاجه اسمها جلوكوما، والاثنين يخلوا العيان يبقى عنده ضعف في الابصار. طيب على الكاردو فاسكولار سيستم لو اتاخد لفتره طويله، يبقى اللي هيبان معايا بسرعه الانسومنيا يا جماعه من لحد دلوقتي من دول. على الكاردو فاسكولار لو تاخد لفتره طويله بتعلي الضغط، يعني ما يجيش عيان ياخد حقن الديكساميثازون عشان اي انفلاماتوري كونديشن ولا حاجه، يقول لك ده رجاله ضغط عيله مش من اول يوم من دي، وبعدين انت واخد ديكساميثازون اللي وصلت قد ووتر درينج الايفكت بتاعها كام؟ صفر؟ لا مش هي. طيب يبقى الضغط بيعلي الضغط لو تاخدت لفتره طويله. ليه؟ لانها بتدي بيرميشن للاذر هرمون انها تشتغل على الفاسكولار سموث ماسل والهارت زي الكاتيكولامين، يبتدي بيرميشن لهم. نمره اثنين، هي بتخزن الميه في الجسم، فمش اي حد يخزن الميه، دول الشورت اكتنج زي مين؟ زي الهيدروكورتيزون او الكورتيزون او البريدنيزون او البريدنيزولون وهكذا. يبقى بتعمل سولت اند ووتر ريتينشن، تعمل هايبر ناتريميا. الهايبر ناتريميا دي زياده الصوديوم، قالوا بزود السنسيفتي بتاع الادرينرجيك ريسبتور في الهارت والبلاد فيزل للكاتيكولامين تاني، فتعمل الكاتيكولامين تشتغل على الهارت والبلاد فيزل، تزود لك كارتك ابوت، تعمل فازو كونستريكشن. الهايبر ناتريميا وهي داخله تاخد معاها ايكو اوزموتيك اماونت اوف ووتر، فتزود لي البلاد فوليوم، فتزود الكاردك ابوت، فتزود البلاد بريشر. يبقى الهايبر ناتريميا هتعمل صوديوم ري ابزوربشن من الكدني، يخش الصوديوم يعلى في الدم، يزيد استجابه الادرينرجيك ريسبتور في الهارت والبلاد فيزل للكاتيكولامين، يحصل فازو كونستريكشن وزياده كاردك ابوت بفعل الكاتيكولامين. كمان الصوديوم هو داخل ياخد معاه ميه، يزود لي البلاد فوليوم، يزود لي كاردك ابوت، هو داخل من الكلى الى الدم. ايه كمان؟ العيله دي لو اتاخدت لفتره طويله بتزود تصنيع الانجيوتنسينوجين فين؟ في الليفر، فيطلع من الليفر الى الدم ويشتغل عليه بقى الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم، يحول الانجيوتنسين 1 وانجيوتنسين 2 لعال الضغط. ايه كمان؟ لها دايركت فازو كونستريكتور افكت، فتزود البريفرال ريزيستنس، يعني هي بتزود الضغط بكم ميكانيزم؟ باربع ميكانيزمات، البرميسيف افكت، الهايبر ناتريميك افكت، وده بيعملها بطريقتين، دايركت فازو كونستريكتور افكت بتزود تصنيع الانجيو تنسينوجين. طيب عشان كده الادويه دي تبقى وحشه لو تاخدت فتره طويله، خاصه اللي لها سولت اند ووتر ريتيننج افكت، ها؟ وتبقى حلوه لو انا عاوز ان هي تعمل الافكت ده في الريبليسمنت ثيرابي في العلاج التعويضي، بدي جلوكوكورتيكويد الذي تمتلك هذه الافكت كلها، يعني بدي شورت اكتن، ايوه بدي سابق شبه اللي كان بيطلع جوه جسمي، بدي كورتيزول لا اللي اسمه هيدروكورتيزون عشان يديني الافكت ده، لان انا عارف الجلوكوكورتيكويد من الادويه المهمه جدا لتظبيط النورمال بلاد بريشر عندنا. طيب انما لو خدتها لعلاج لاي مرض فتره طويله بجرعه كبيره ممكن تعلي ضغط المريض بتاعي لو اديتها له. طيب كونها بتعلي الضغط دي وتزود البلاد فوليوم وتزود الكاردك ابوت، قالوا تبقى حلوه في الشوك، فنستخدمها في ناس اللي عندها سيبتك شوك وانافلاكتيك شوك. خلي بالك احنا بنقول اليوزز واحنا ماشيين، عشان هنيجي عليها نقلبها بعد كده ونقول احنا خدناها. يبقى في الشوك بتعلي الضغط وتزود البلد، لان عيان الشوك ده ضغطه واطي جدا وعنده ان اديكو ديشو برفيوجن وان اديكو ديشو اكسجينيشن، الاكسجينيشن بتاعته شو قليل، البلد بريشر قليل، هنا هي تعليل الضغط وهتزود كمان الكاردك اوبر. حلوه جدا في السيبتك شوك والانافلاكتيك شوك. ليه كده؟ لان لها هايبرتنسيف وكاردك ستيمولاتوري افكت. هايبرتنسيف
وكاردياك ستيمولاتوري افكت، يعني بتعلي الضغط وبتنبه القلب بالميكانيزمات اللي قلناها في الاستاد اللي قبلها. ايه كمان؟ ده سيبتك شوك عباره عن انفكشن بجرام نيجاتيف بكتيريا وسيبتسيميا وطالع توكسين وعامله مشاكل، يعني فيها انفلاماتوري كونديشن، في اميون رياكشن، هي انتي انفلاماتوري واميونو سبريسيف افكت. يبقى لها انتي انفلاماتوري واميونو سبريسيف افكت حلوه جدا في الانفلاكتيك شوك اللي هو عباره عن انتيجين انتي بودي رياكشن، وفي السيبتك شوك اللي هو عباره عن سيبتسيميا وجرام نيجاتيف بكتيريا وانفلاميشن والدنيا متبهدله. يبقى لها انتي انفلاماتوري افكت، لان خلي بالنا نتيجه الاكيوت انفلاميشن وممكن يطلع سايتوكاين تموت العيان. يبقى رد فعل الجهاز المناعه اللي هو الميون سيستم هو نفسه السيتوكاين اللي تطلع هي ممكن تموت العيان. طيب انا بقى في الحاله دي بحاول اوقف جهاز المناعه، بعمل اميون سبريسيف افكت وانتي انفلاماتوري افكت سواء في السيبتك شوك او في الانفلاكتيك شوك. محدش يقول لي في السيبتك شوك ده عنده انفكشن، ما انا هدي امبيريكال انتي مايكروبيا تغطي الانروبيك بكتيريا وتغطي الايروبيك جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف كوكاي وباسيلاي، وابقى كده اعطي اللي عملت اللي عليه. لو في الشوك بحب دايما لما بنديها ندي معاها دوبامين، ليه؟ هي تزود لي كارديك ابوت وتزود البلاد بريشر، لكن انا محتاج ازود البرفيوجن بتاع الفيتال اورجن خاصه الكدني، فبديها معاها دوبامين عشان هو بنشط عضله القلب زي ما نعرف ان شاء الله بعد كده، وفي نفس الوقت بيحفز الدوبامين واحد ريسبتور في الرينال بلاد فيزل، يوسع الرينال بلاد فيزل فيزود البرفيوجن بتاع الكدني، فيزود لي الرينال بلاد فلو، فيزود جي اف ار، لان المريض بتاعي ممكن يصحى من الشوك ويفوق من الشوك والحمد لله ويعيش بعدها، بس يعيش عنده اكيوت رينال فيلير، لان اثناء الشوك الرينال بلاد فلو بيقل جدا، لان الكدني بتاخد 25% من الكارديك ابوت، فدي اسمها هايلي فاسكولار اورجن. هو بيزود لي البرفيوجن بتاع الهايلي فاسكولار اورجن كلها دوبامين سواء كان البرين او الكوروناري او الرينال. طيب ايه كمان؟ قالوا بقى ننزل تحت شويه، احنا خلصنا كده السي ان اس وخدنا الاي وخدنا الكاردو فاسكولار في الشيست، قلنا احنا لسه في الشيست وناخد معانا مين؟ ناخد معانا تاثيره على اللنج. تاثيره على اللنج خاصه في اللنج بتاع البيبي او بتاع الفيتس، وجدوا ان الاطفال بعد الاسبوع ال 34 من الحمل بيبدا يتكون عندهم في اللنج ماده اسمها السيرفاكتنت بفعل مين؟ قالوا بفعل الكورتيزول. يبدا الطفل يكون كورتيزول، الكورتيزول بتاعه الكتير ده يبدا الكورتيزول اللي جاي من البيبي نفسه ها اللي هو مصنعه اللي الادرينال الكورتكس بتاعته مصنعه، يبدا يعمل ايه؟ يعمل استراكشر اند فانكشن ماتيوريشن اوف ذا لانج، يهيئ اللانج بتاعته للاير بريثنج بعد كده. طيب الاطفال اللي هتتولد قبل الاسبوع ال 34 من الحمل وجدوا ان مش عندهم هذه الماده اللي اسمها السيرفاكتنت. السيرفاكتنت ده مهم يا جماعه جدا عشان الاير بريثنج، عشان اللانج يبقى فيها ريكويل، عشان اللانج تتمدد لما الهواء يدخل فيها يحصل لها انفليشن اثناء الانسبيريشن الشهيق، او تنكمش اثناء الاكسبيريشن يحصل لها ديفليشن، يبقى انفليشن نفخ اثناء الانسبيريشن وديفليشن او الهواء اللي فيها يخرج اثناء الاكسبيريشن. مين اللي بيعمل كده؟ قالوا ماده اسمها السيرفاكتنت. طب مين اللي بيخلي السيرفاكتنت يطلع في اللنج؟ قالوا الكورتيزول بتاع البيبي. الاطفال وجدوا ان الاطفال اللي بتولدوا قبل الاسبوع ال 34 بتولدوا ما عندهمش سيرفاكتنت، فبالتالي اللنج غير مهيئه للاير بريسنج، الاطفال دول يتولدوا ما ياخدوش نفس ولونهم ازرق وممكن يموتوا. عندهم ايه؟ مشكله في التنفس، اللنج بتاعتهم مش مستعده ان هي فور اير بريسنج، فيجي لهم حاجه اسمها نيونيتال يعني حديث الولاده ريسبيراتوري ديستريس سندروم. دايما كده الطفل اول ما اتولد تلاقي الدكتور او الدكتوره مسكته من رجله كده وخبطت على ظهره مش على حاجه تانية، يبدا الطفل يعيط عيط يبقى كويس كده خد نفس زي الفل، ده يخبط له على ظهره يخبط له على بطنه مفيش نفس خالص. طب ليه كده؟ اصله ما عندوش سيرفاكتنت. عشان كده اي واحده جايه لك العياده وانت دكتور امراض نساء وتوليد او انت دكتور امراض نساء وتوليد لازم طالما شفت حسبت الجستيشنال ايج لقيتي اقل من 34 من فضلك لازم ناخر الولاده لمده يومين على الاقل، يعني اديها ادويه توكوليتيك ادويه ترخي الرحم تعمل له ريلاكسيشن، ما هي جايه لنا دلوقتي ان ليبر اليوترس عمال ينقبض، هنديها ادويه تعمل يوتراين ريلاكسيشن زي البيتا 2 اجونس زي ريتودرين ها ريتودرين اللي هو اخو السلبتامول والتربيتالين والناس دول، ايوه ريتودرين او بيتا 2 اجونس عشان يعمل يوتراين ريلاكسيشن، او مغنيسيوم سلفيت برضه هيعمل يوتراين ريلاكسيشن، او نيفيدبين هو كالسيوم شانل بلوكر عشان اعمل ايه؟ ادي لنفسي فرصه لمده 48 ساعه احقن فيها بيتا ميسازون. للبيبي؟ لا مش للبيبي، انا الام نجلها في العضله الكبيره بتاعتها اللي هي في البطن بتاعها دي ونديها حقنه بيتا ميسازون. بيتا ميسازون ايوه البيتا اللي هو كان ايه؟ كان لونج اكتنج. البيتا ميسازون ده اهو اللي هو اللونج اكتنج ده اهو، هنحقن مين؟ نحقن الام البيتا ميسازون اللي هو السلطه الوتر تيننج افكت بتاعه صفر، انا مش عايز سلطه خالص انا عاوز منه حاجه تانيه خالص. البيتا ميسازون ده بحقنه يروح يعدي ويروح من الام يعدي عن طريق الامبليكال كورد ويروح للفيتس يخلي اللنج بتاعه بتاع يحصل فيه ايه؟
يزود تكوين ماده السيرفاكتنت فيمنع النيونيتال ريسبيراتوري سيندروم. تعطى الام حقنه بيتا ميثازون 12 مللي جرام، وبعد 24 ساعه ندي لها حقنه ثانيه 12 مللي جرام، يبقى كده عدى ونعدي ونستنى كمان 24 ساعه، يبقى كده يومين، يبقى ادت لها حقنه الوقت اهو، وادت لها ادويه رخيه للرحم، خلاص اهدي معانا بس يومين وهنولدك ان شاء الله، وما تقلقيش ان شاء الله عشان بس البيبي ينزل يعرف ياخد نفس ما يموتش. طيب خدت الحقنتين، بعد كده الطفل الحمد لله يبقى عنده سيرفاكتنت، ما يجلوش نيونيتال ريسبيراتوري ستريس سندروم. طب واحد يقول يا دكتور طب ما نديها كورتيزون، لا يا حبيب قلبي الكورتيزون ما ينفعش. لا يا دكتور عشان نحكي الطبيعه، يبقى حكاها بعدين معايا مع نفسك مش معايا. الكورتيزول اول حاجه بيمسك في البلازما بروتين بتاع الام، انت هتديه هيمسك في الكورتيكوسترويد بايند جلوبل قاعد له هناك، ها فبالتالي هيفقد منه كميه كبيره مش كده وبس، وهو معدي من المازر للفيتس من الام الى الجنين بيحصل له ميتابوليزم في البلاسينتا، فبالتالي انا ما بحبش اديه. عشان كده لو سالت اكسبلين واي ليه البيتا ميثازون از مور بريفيرد ذان او از بريفيرد تو كورتيزول فور فور ماتيور بيبي ويز ماتيور لانج، ليه بتحب تستخدمه في الناس اللي عندها بريماتيور ليبر بفور 34 ويك اوف بريجننسي. افضل البيتا ميثازون لان الماتيرنال بروتين بايندنج بتاعه اقل والبلاسينتال ميتابوليزم اقل، فبالتالي يعدي بكميه كبيره يزود لي السيرفاكتنت، يعمل ايه؟ يزود لي السيرفاكتنت فيجهز اللنج للاير بريسنج، يمنع حدوث النيوتن ريسبيراتوري ستريس سندروم. يبقى ده من ضمن اليوزز بتاعتها. طيب تاثيرها بقى على احنا لسه ما خلصناش كاردو فاسكولار سيستم كده. الكاردو فاسكولار سيستم قلنا بتعمل ايه في الضغط؟ وعرفنا هي بتعلي الضغط، ده سايد افكت ضغطها يعلى عند بعض الناس اللي هتاخده، فخلي بالنا لو هتاخده لفتره طويله ممكن ضغطها يعلى، خاصه الحاجات اللي قلنا دي من الحاجات اللي بتعمل سلطه الوتر ريتنشن. ايه تاني؟ تبقى حلوه في الشك، يبقى ميزه وعيب. ايه كمان؟ في الاطفال احنا في الرئه جنب الهارت اللنج عشان نعمل ماتيوريشن. طب هل ملوش افكت على اللنج تاني؟ اللنج بتاع الام بقى او الانسان الكامل اللي مش البيبي؟ ده حلو جدا في ناس اللي عندها برونكال اسمه، اللي عندهم ايه؟ عندهم حساسيه على الصدر او ربو، ده ايه ده؟ اوتو ايمين ديزي. ده هو حلو قوي في الايتو انتي انفلاماتري وايميونو سبريسد، مش كده وبس، ده وجد انه في البرونكال ازمه، في البرونكال ازمه بيبقى جميل جدا لانه بيزود تصنيع ريسبتور اسمه البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتور، وبزود استجابه البيتا ريسبتور للكاتيكولامين. طب والبيتا ريسبتور في البرونكاي بتعمل ايه؟ بتعمل برونكو دايليشن. فحلو جدا في الاكيوت ازمه او السيفير ازمه بنديه انترافينس، لو الموضوع كرونيك ازمه وازمه مستعصيه ومستمره العيان بديله بخاخ في قلبه جلوكوكورتيكويد بيشتغل لوكال، واحاول اديه نوع ما يمتصش بكثره من اللنج عشان يشتغل لوكال يديني افكت حلو من غير ما اخد سيستميك سايد افكت اسمه بادزانويد. طيب على البلاط بقى اللي جوه البلاط فيزل اللي تبع كاردو فاسكولار بيعمل ايه؟ بيعمل الاتي، ونسال فيها في الفسيولوجي ونسال فيها في الباثولوجي ونسال فيها في الفارما. بيعمل ايه؟ قالوا بيزود عدد البوليمورف نيوكلير ليكوسايت في السيركوليشن. ليه كده؟ قالوا بيزود الانفلاكس بتاع البوليمورف نيوكلير ليكوسايت من البون مارو الى البلاط، يعني على خلايا الدم بيزود عدد البوليمورف نيوكلير ليكوسايت، الاقي عدد البوليمورف نيوكلير علا. ليه كده؟ قالوا بيطلعها من بون مارو ودخلها الدم مش كده بس، ويحبسها جوه البلاط فيزن، يمنع البوليمورف نيوكلير ليكوسايت ان يحصل لها ادهيرنس مع الفاسكولار اندوثيليوم ويحصل لها دايابيديزيز ويحصل لها اكسترافازيشن، يعني بيمنع ان يحصل لها ادهيرنس للفاسكولار وول، فبالتالي يقلل المايجريشن من البلاد فيزل الى السايت اوف انفلاميشن. يبقى طلع لي البوليمورف نيوكلير من البول مارو وداها على الدم وحبسها في الدم، منع انها تهاجر وتخرج من البلاد فيزل للسايت اوف انفلاميشن، فزادت في الدم قوي. ايه كمان؟ قالوا بينقص بقى الليمفوسايت والمونوسايت والايزونوفيل والبيزوفيل. يبقى بيزود مين؟ بيزود البوليمورف نيوكلير ليكوسايت. طب بقيه خلايا كره الدم البيضاء الليمفوسايت والمينوسايت والايزونوفيل والبيزوفيل كل دول في داون نازلين. ليه؟ قالوا بيشفتهم بيدخلهم جوه الليمفويد تيشو، بيدخلهم من البلط الى الليمفويد تيشو. ايه كمان؟ بيزود الار بي سيز. عشان كده الناس اللي بتاخد جلوكورتيكويد ممكن الاقي وشها بقى احمر جدا، عشان كده البنات الخايبه ما نقولش عليهم اللي خايبين بياخدوا ايه الكورتيزون لك عشان ايه؟ يخلي وشها زي القمر مدور مون فيس، وايه كمان؟ مش محتاجه ميك اب، ده كمان وشها يبقى احمر عشان عندها الدمويه نط من ايه؟ من خدودها عشان عندها الار بي سيز فورميشن زي ده. هو فعلا كده بس هيعمل بلاوي ثانيه نشوفها ان شاء الله. ايه كمان؟ بيزود البليتلت نمبر وبيزود تصنيع الكواجوليشن فاكتور في الليفر وبيعمل ديستراكشن لسيرت الليمفويد تشو. سيبوا دي الاخر، يبقى انا ابقى عارف ان هو بيزود البوليمورف نيوكلر، بيزود الار بي سيز، بيزود البليتلت، بيزود الكواجوليشن، بيزود ايه بقى؟ البوليمورف نيوكلر ليكوسايت، الار بي سيز، البليتلت،
البلوك كواجوليشن، خلي بالنا ممكن يعمل يحصل معاه جلطات، عمر التجلط زادت والبليت زادت، واذا هو انتاجونايز الافكت بتاع الادويه اللي هي ادويه السيوله اللي بتمنع الجلطات، يبقى هو بيزود الجلطات وهي بتقلل الجلطات، يحصل بينهم انتاجونيزم. طيب بيعمل ايه؟ ديستراكشن للليمفويد، سيرتن ليمفويد مالجنسي زي اللوكيميا والليمفوما. عشان كده اي عيان عنده لوكيميا واي عيان عنده ليمفوما لما تلاقيه بياخد العلاج كده، تبص في الانتي كانسر ريجيم للاربع خمس ست ادويه اللي بياخدها في علاج السرطان بتاع سرطان الدم اللوكيميا، تلاقي في قلبها داخل الجلوكوكورتيكويد حاطين له بريدنيزون او بريدنيزولون في قلب الادويه دي. يبقى اوعى تتخض لما نقول لك ويتش اوف فولم زي يوز جلوكوكورتيكويد وتلاقي من ضمن كلها سايد افكت، مفيش قدامك يوز واحد الا لوكيميا او ليمفوما. ايوه فعلا بتستخدم في علاج اللوكيميا اند ليمفوما. طيب على الكدني بقى، ننزل تحت في الابدومن كدني والجي اي تي بيعمل ايه؟ قالوا بيزود اليوريك اسيد اكسكريشن ان يورين، فبالتالي ممكن يستخدم في ناس عندها هايبر يوريسيميا او جوتي ارثرايتس. جوتي ارثرايتس، جوت يعني يوريك اسيد زايد في الدم، بيرمي اليوريك اسيد في اليورين فيقل في الدم. ارثرايتس عشان هو انتي انفلاماتوري اميونو سبريسيف، كمان بيزود الكالسيوم اكسكريشن ان يورين، فممكن يستخدم في علاج الهايبر كالسيميا مع حاجات تانيه. في الجي اي تي وجدوا ان العيان لما بياخد الجلوكوكورتيكويد ممكن يجي له بيبتيك ألسر، وممكن تبقى اكيوت ألسر، وممكن تبان من اول يوم، يبقى من اول جرعه او ثاني يوم ممكن اشوف السايد افكت اهو، شفنا قبل كده الانسومنيا، ونشوف مين هنا كمان البيبتيك ألسر. بقيت سايد افكت عايز ايام وشهور عشان تبان، انما دي بتبان بسرعه. طب بيعمل بيبتيك ألسر ليه؟ عشان حاجتين، منع تكوين ماده مهمه جدا في المعده بتحمي المعده من الوحش الكاسر اللي جواها اللي اسمه الهيدروكلوريك اسيد اللي هو الاتش سي ال اللي هو حمض المعده والبيبسين. مين الماده اللي كانت بتحمي المعده؟ البروستاجلاندين. هو منع تكوينها بطريقتين، منع الاكسبريشن اوف الكوكس 2، نمره 2 عمل انهبيشن للفوسفولايبيز اي 2 فمنع تكوين الاراكوتينيك اسيد، منع لي تكوين البروستاجلاندين. فبالتالي البروستاجلاندين مهمه جدا جدا في المعده، بتحمي المعده من الحمض بتاعها، هو منع تكوين البروستاجلاندين. مش كده وبس، ده له اميونو سبريسيف افكت، نقص اللوكال اميون ريسبونس اللي في المعده اجينست المكروب بتاع المعده اللي بيعمل قرحه المعده اللي مشهور مكروب المعده اسمه ايه؟ الهيلوكوباكتر بايلوري. يبقى منع، نقص اللوكال اميون ريسبونس عن طريق ان هو اميون سبريسيف اجينست الجاستريك مايكرو اورجانيزم اللي بيعمل بيبتيك ألسر اللي هو الهيلكو باكتر بايلوراي، يبقى بيعمل بيبتيك ألسر، وممكن تبقى اكيوت ألسر وممكن تبان من اول يوم من العلاج. نمره اثنين، دو انتي ايميتيك افكت، مضاد للترجيع، يبقى ده سايد افكت يا جماعه، فخلي بالنا اللي عندهم بيبتيك ألسر ما ياخدوش الدواء ده، يبقى ده كونترا انديكيشن. ايه تاني؟ طب لو هدي بقى عنده بيبتيك ألسر لازم ادي ادويه تحمي مدار المعده، ما نشوفها ان شاء الله في الجي اي تي. طيب انتي ايميتيك، ما انت مضطر تديه، افرض واحد مضطر تديه وعنده بيبتيك ألسر لازم تديه جلوكورتيكويد. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ ادي له ادويه اسمها جاستريك سايتو بروتكتيف دراج، وادويه اسمها بروتون بامب انهبيتور ان شاء الله في الجي اي تي بنسمع عنها. طيب لو انتي ايميتيك افكت، مضاد للترجيع او الاستفراغ او الفومتنج، بيمنع الفومتنج ليه كده؟ قالوا بيروح على حته في المخ اسمها الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي موجود في البرين ستيم، بيعمل ايه؟ بيقلل هناك خروج ماده السيروتونين اللي هو الفايف هيدروكسي تريبتامين اللي هو الاسم العلمي للسيروتونين اسمه فايف هيدروكسي تريبتامين، بيمنع السيروتونين ريليز من النيورون اللي هناك ويقفل الريسبتور بتاعته كمان على سيروتونين الريسبتور اللي موجوده في الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي هو مركز التنبيه الكيميائي، اسمها ايه الريسبتور دي؟ 5 هيدروكسي تريبتامين 3 ريسبتور. يبقى بيمنع خروج السيروتونين وما يخليهاش الريسبتور كمان تشتغل على السيروتونين الريسبتور اللي موجوده فيها اللي هو سيروتونين 3 بيقفلها. كمان اكتيفيت جلوكوكورتيكويد ريسبتور في منطقه في المظله اسمها نيوكلاس تراكت سوليتراس، كل الكلام ده لما يعمله بيدينا انتي ايميتيك افكت. عشان كده الناس اللي عندها فوميتنج، خاصه الناس اللي عندها كانسر وبتاخد كانسر كيموثيرابي، بياخدوا جلسه العلاج الكيماوي وهو رايح ياخد الجلسه ممكن حتى يرجع، لانه عارف كل ما ياخد الجلسه يرجع، فنبقى نديله ادويه عشان يمنع الترجيع، لان الادويه الكيميائيه العلاج الكيماوي ده او الكانسر كيموثيرابي اول ما بيدخل دمه بيتنبه له الكيمو ريسبتور تريجر زون، مركز التنبيه الكيميائي، تاكد ان في كيماوي داخل الجسم، فيقوم يخلي العين يرجع، فنديله قبلها الجلوكورتيكويد عشان ايه؟ يقلل خروج السيروتونين ويقفل السيروتونين 3 ريسبتور واكتيفيت الكورتيكوسترويد ريسبتور ال ان تي اس اللي هو نيوكلاس ريكت سيلترس، فبالتالي يمنع حدوث الايه؟ الفوميتين. طيب على الجروس اخباره ايه؟ قالوا الاشخاص اللي هتاخده اللي هم في مرحله النمو اعرف على طول ان هيحصل لهم جلوس ريتارديشن، يبقى التشيلدرن اللي هياخدوا الدواء ده لارج دوز فور لونج بيريود خلي بالنا ممكن يعمل جلوس ريتارديشن، ممكن الجلوس ريتارديشن يبقى بارشلي بريفيدد باي جلوس هرمون. طب ليه كده؟ قالوا لان الدواء بتاعك بيمنع البروتين سينسز، وانت عشان تطول محتاج نيو بروتين سينسز، محتاج الابيفيزيال بليت اوف كارتليج بتاعتك ان الثيكنس بتاعها يزيد، يحصل اديشن اوف نيو سيلز، مفيش الكلام ده هيحصل لانه بنع البروتين سينسز، وحاولوا ان هم يعالجوا الكلام ده بجروس هرمون لكن يعني ما بيجيبش نتيجه قد كده، بيعمل جروس ريتارديشن. اذا لو طفل عنده اوتو اميون ديزيز ومحتاج جلوكورتيكويد لازم تعرف الام انه في الغالب هيبقى الطفل ده اقصر من اخواته كلهم، ويعني واكثر من اقرانه كلهم. ايه كمان؟ قالوا لما بتدي كورتيزول من بره بيعمل انهبيشن للهايبوثالامو بيتيوتري اكسس، فينقص خروج الاس تي اتش
وقلنا ده بيبان في دقائق على طول، ده افكت سريع، وينقص خروج الجروس هرمون والتي اس اتش وكمان اللوتلايزنج هرمون. يعني مش بس بيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الاس تي اتش، اه ده على الاس تي اتش بس، لا ده بيعمل لي نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الاس تي اتش وعلى الجروس هرمون وثايرويد ستيمولينج هرمون واللوتلايزنج هرمون. واللوتلايزنج هرمون ده خلي بالك هو اللي مسؤول عن خروج الاندروجين في الرجاله من الاستروتولي سيل بتاعت التستس، ومسؤول عن خروج الاستروجين في الستات. فبالتالي لما يقل اللوتلايزنج هرمون هيقل الاستروجين وهيقل المين الاستروجين والبروجسترون في الستات، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل دول اسمهم كاتابوليك هرمون، كاتابوليك هرمون هتقل، فيحصل اسف انا اسمهم انابوليك هرمون، يبقى السكس هرمون دول انابوليك هرمون يا جماعه. فبالتالي الدواء بتاعك منع خروج اللوتلايزنج هرمون اللي كان بيطلع الانابوليك هرمون، فالانابوليك هرمون هيقل، فبالتالي الدواء بتاعك الكاتابوليك افكت بتاعه هيزيد قوي. عشان كده الشخص اللي بياخده لفتره طويله بيبان معانا السايد افكت الوحش ده على السكيتال ماسل وعلى البون، على الماسكولو سكيتال سيستم. على السكيتال ماسل قلنا بيحصل السكيتال ماسل ايه؟ ويستنج ويكنس واتروفي، خاصه البروكسيمال سكيتال ماسل، يعني السكيتال ماسل بتاعت الايه؟ الابر بارت بتاعت البروكسيمال بارت اللي ناحيه الترانك، ده الترانك او جذع الجسم، طالع من هنا اللور ليمب الحته الاولانيه اللي فوق دي اللي اسمها الساي، الماسل دي بيحصل لها فيها ايه؟ ويستنج. وبرضه الماسل بتاعت الارم بيحصل لها ايه؟ ويستنج. يبقى بيحصل حاجه اسمها بروكسيمال ماسل مايوباسي، بروكسيمال سكيتال ماسل مايوباسي، بروكسيمال مش ديستال، ديستال تحت، ها ديستال هنا، بروكسيمال ناحيه الترانك. طيب ايه كمان؟ بيعمل هشاشه عظام، اوستيوبروزس. طب ليه بيعمل هشاشه عظام؟ ده صد افكت خطير جدا ومشهور جدا مع جلوكوميتوكويد، عشان بيقلل البون فورميشن ويزود البون ريزوربشن، بيقلل تكوين العظام وبيزود تاكل العظام. بيقلل تكوين العظام ليه؟ لانه بينهبت الخليه اللي بتبني العظم اللي اسمها الاوستيوبلاست، الخليه اللي مسؤوله عن بناء العظم ده اسمها الاوستيوبلاست، بيعمل لها انهبيشن، الجلوكوميتوكويد بيعمل لها انهبيشن. كمان العظم ده يا جماعه بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اسمها الشبكه اللي قدامنا دي اسمها البون ماتريكس. ها؟ وكل ما كانت الشبكه دي تخينه سميكه كل ما كان العظم قوي. الماتريكس دي عباره عن ايه؟ عن بروتين. يبقى البون ماتريكس دي اللي اسمها الاوستويد تيشو، البون ماتريكس او الاوستويد تيشو اللي هي التربيع اللي قدامنا دي او الشكل السوماني اللي قدامنا او السداسي الاسف اللي قدامنا ده عباره عن ايه؟ اوستويد تيشو. ده بروتين ستراكشر، الدواء بتاعه بيعمل ايه؟ كاتابوليك وانتي انابوليك، بيمنع البروتين سينسز. فبالتالي المفروض كان يبقى المنظر كده، كان يبقى فيه كثافه للاوستيو تيشو، لا لا بقت رفيعه جدا مش كده وبس، ده جوه المفروض جوه الاوستيو تيشو المفروض يتحط المينرال اللي هو الكالسيوم والفوسفيت، الجواب بتاعي بيقلل كمان المينرال. ما هو العظم ده عامل زي الخرسانه المسلحه كده، عباره عن شبكه من الحديد، او هنا الشبكه اسمها ايه؟ اوستيو تيشو او ماتريكس او بروتين ستراكشر. طيب هو بيعمل ايه بيه؟ كاتابوليك افكت بيمنع تصنيعها وبيكسرها، كمان بيقلل الزلط او الحصى اللي جوه اللي هو مين؟ اللي هو الكالسيوم والفوسفيت. طب يقلل الكالسيوم والفوسفيت ازاي؟ بيرمي الكالسيوم في اليورين، بيزود الكالسيوم اكستريشن يورين، وبيمنع امتصاص الكالسيوم والفوسفيت في الانتستين، فالكالسيوم والفوسفيت في الدم هيقل. ليه في الدم هيقل؟ لانه اترمى في اليورين واللي كان في الانتستين ما دخلش الدم تاني بدل يترمى، فبالتالي بيقل، فبالتالي الجسم يسحب الكالسيوم اللي موجود هنا يوديه الى الدم عشان يحافظ على البلاط كالسيوم. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ قالوا لما هو عمل دي وعمل دي الجسم حس ان الفوسفيت قل، كالسيوم قل، يقوم الجسم يطلع مين؟ يطلع الباراثايرويد هرمون. الباراثايرويد هرمون، الباراثايرويد هرمون ده عايز يحافظ لك على مستوى الكالسيوم والفوسفيت في الدم مظبوط، انه بيسحب الكالسيوم من العظم والفوسفيت يوديهم الدم، يعمل حاجه اسمها بون ريزوربشن، ينخور العظم، يعمل هشاشه عظام. يبقى منع البون فورميشن عن طريق اربع حاجات، اول حاجه انه انهبت الخليه اللي بتبني العظم، البنه اللي بتبني العظم اسمه اوستيوبلاست، قلل البون ماتريكس او البون بروتين او الماتريكس قل، ثلاثه قلل المينرال الكالسيوم والفوسفيت عن طريق قلل زود اكستريشن يورين ونقص الابسوربشن، ولو انتجونايز تاثير الفيتامين دي على الانتستين، فبالتالي يزيد الباراثايرويد هرمون يزود البون ريزوربشن. كمان منع السكريشن بتاع اللوتلايزنج هرمون، ايوه احنا لسه قايلين ان هو بيقلل خروج اللوتلايزنج هرمون اللي هو انابوليك هرمون، فبالتالي هيقلل الاستروجين في الستات والتستوستيرون في الرجال اللي هما انابوليك هرمون، فيحصل كاتابوليزم، فيحصل اوستيوبروز. يبقى منع تكوين العظم مش كده بس، بيزود تاكل العظم، بيزود البون ريزوربشن باي الاوستيوكلاست. يبقى الخليه اللي بتبني العظم عملها انهبيشن، والخليه اللي بتهضم العظم او بتعمل ريزوربشن او بتشيل العظم بتشيله مين؟ مين الاوستيوكلاست، زود الاكتيفيتي بتاعتها عن طريق ان هو زود البارا ثايرويد هرمون، اهو زود البارا ثايرويد هرمون. نمره اثنين، عمل كافكت على 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 الدي ان ايه والنيوكلاس، انه عمل تشينج في البرودكشن بتاع السبيسيفيك بروتين، فمنع قال عمل تشينج في البرودكشن بتاع الاوستيوبروتوبين والرانج لايجند اللي هم مهمين عشان الاستيوكلاست تشتغل. ايه بقى؟ عمل تشينج في البرودكشن بتاع الاوستيوبروتوبين والرانك لايجند اللي هم مهمين عشان الاوستيوكلاست تشتغل وتبني العظم،
كمان زود الباراثايرويد هرمون اكتيفيتي اللي بيعمل انهبيشن لدي انهبيشن للاوستيو بلاست وزود نشاط الاوستيو بلاست. عشان كده من فضلك الجلوكورتيكويد لو تتاخد لفتره طويله لازم العيان كل شويه نتاكد على البون دينست عنده، ولازم ياخد اكل مليان بروتين، مليان بروتين واكل في قلبه كالسيوم كتير، وادي له معاه فيتامين دي، وادي له فيتامين دي، وممكن ندي ادويه ثانيه زي البيسفوسفونيت او خلافه، لان المريض ببساطه ممكن يخش مني في هشاشه ايه عظام، لازم نطبع المريض بهشاشه عظام. عشان كده مصاد افكت بيعمل اوستيو بروزس، قلنا نمنعها ازاي؟ الاكل يبقى غني بالبروتين، وندي له كالسيوم وفيتامين دي، ندي له كالسيوم وندي له معاه فيتامين دي، وممكن ندي له ادويه ثانيه زي البيسفوسفونيت او خلافه اللي بتستخدم في علاج الاوستيو بروزس. طيب الدوز اوف جلوكورتيكوستيرويد لو المريض بتاعنا خد جلوكورتيكويد لفتره طويله اقل من اسبوعين بنسميها شورت تيرم ثيرابي، لو اكتر من كده خاصه لو اكتر من 3 اسابيع بنسميها لونج تيرم ثيرابي. السايد افكت بتاع جلوكورتيكويد على العظمه على السكيتال ماسل وعلى ولا على ولا عشان يبان محتاج لارج دوز فور لونج تيرم ثيرابي. عشان كده قالوا الاحسن ندي جلوكورتيكويد في حاجه اسمها الترنيت دي ثيرابي. الترنيت دي ثيرابي ببساطه شديده بنحسب الديلي دوز جرعه اليوميه ونضربها في 2 وياخدها النهارده وبكره ما ياخدهاش، يعني جرعه النهارده وبكره ياخدها النهارده، طب بكره ما ياخدش. ليه كده؟ قالوا ده عشان ندي فرصه للجسم ان السوبرا رينال ما تنامش، لانك لما بتدي جلوكورتيكويد من بره لفتره طويله من بره بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن على البيتيوتري والهايبوثالاموس، فالهايبوثالاموس والبيتيوتري لما يحصل لهم انهبيشن كورتيزول في خلال دقائق على طول لما تديه من بره بيعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن، فبالتالي الاس تي اتش ما عادش هيطلع، مش الاس تي اتش ده هو اللي بيشغل، مش هو التروفيك هرمون اللي بيشغل الادرينال كورتكس مش هتشتغل، فالسوبرا رينال جلاند هتنام خالص. لو العين بياخد من بره كورتيزول كل يوم كل يوم بنفس الجرعه نفس الجرعه هيعمل لي انهبيشن للبيتيوتري اس تي اتش ريليز، فبالتالي سوبرا رينال جلاند هتقف عن العمل، فالعين هيبقى مصبح معتمد اعتماد كلي على الاكسجينس كورتيزول. لو حصل في يوم من الايام وقف الاكسجينس ده الاكسجينس ما خدوش والجلاند نايمه فعاد ما عادش فيه لا اكسجينس ولا اندوجينس، يقوم داخل في اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، يقوم داخل في سيفير هايبوتنشن وشك. عشان كده قالوا ندي العيان حاجه اسمها الترنيت دي سيرابي، ندي له جرعه النهارده وبكره ما ياخدش، ندي له النهارده عملت انهبيشن بكره ما خدش، يقوم تركيز الكورتيزول في الدم يقل نزل، ايه اللي هيحصل؟ يقوم الاس تي اتش تطلع ينبه السوبرا رينال تطلع كورتيزول، يقوم الكورتيزول لما يطلع يعمل انهبيشن وهكذا وافضل ماشي، يبقى الجلاند تشتغل يوم وتنام يوم زي ما بيقولوا، فبالتالي نمنع الايه؟ نمنع حدوث الادسونيان كرايسيس لو عملنا صدن وزدرول. عملوا حاجه اسمها تايم ريليز هيدروكورتيزون تابلت، قالوا في الناس اللي عندهم كرونيك ادرينو كورتيكال انسفيشنسي زي الاديسون ديزيز وفي الكونجنتال ادرينال هايبر بليجيا، قالوا بيحتاج نديهم من بره كورتيزول. الكورتيزول ده لما بديه من بره يستحسن ان احاكي النورمال سكيدري، قالوا ندي القرص، القرص ده العين ياخده، فلما ياخده يبلعه يطلع منه كميه، ياخده الصبح بدري يطلع منه ايميديت كميه لير كده تطلع تفك وتطلع، وبعدين في بالليل يطلع منه كميه ثانيه، تلتين الكميه بيطلعوا الصبح وتلتها بيطلع بالليل، بيديني يحاكي النورمال سيركيديان ريزم، لان عارف اعلى تركيز في الكورتيزول بيبقى الصبح بدري الساعه 8 ولا 7 6 الصبح، وبعد كده بيطلع بيك ثانيه ايه قرب المغرب كده ولا حاجه. فبالتالي ايه بيستخدم في الريبليسمنت ثيرابي في الناس اللي محتاجه كرونيك ريبليسمنت ثيرابي زي الاديسون ديزيز. مرضى الروماتويد ارثرايتس برضو عملوا لهم حاجه اسمها موديفايد ريليز بريدنيزون تابلت. مرضى الروماتويد ارثرايتس ده اوتو اميون ديزيز بقى فيه انفلاميشن، ووجدوا ان الناس دول بيصحوا الصبح يقول لك انا بقى صوابعي مخشبه في تيبس مش قادر افرد صوابعي، بقول لك بقعد كده لحد الظهر المعلقه تبدا صوابعي ايه تفك، يبقى الصبحيه في مورنينج ستيفنس في مرضى الروماتويد ارثرايتس. طب ده يدوروا ايه اللي سبب الموضوع ده، وجدوا ان الصبح ايديهم بتبقى متيبسه لان بالليل بيحصل نوكتورنال سيرج او نوكتورنال انكريز، ها في حاجه اسمها نوكتورنال انكريز في الانفلاماتوري سايتوكاين، بيطلع من الليل انفلاماتوري سايتوكاين زي الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتنين في الفا بيطلعوا كتير جدا طبيعه المرض ده كده، فبيطلعوا بالليل يعملوا ايه يزودوا الالتهاب بتاع المفاصل، فالمفصل يبقى ملتهب ووارم قوي على الصبح خلاص، السيتوكاين جهزت المفصل للمورنينج ستيفنس. قالوا نديهم موديفايد ريليز بريدنيزون تابلت، ياخدوا القرص ورايحين يناموا، القرص ده بيطلع يطلع منه البريدنيزون في الانتستين بعد 4 ساعات فيبقى ابزوربد ويوصل لاعلى تركيز للدواء في الدم بالليل فتره الليل اللي كان المفروض يحصل فيها اعلى تركيز لمين؟ للانفلاماتوري سايتوكاين. طب يدخلش الدم يعمل ايه؟ انتي انفلاماتوري وايميونو سبريسيف افكت، فيمنع خروج الانفلاماتوري ميدياتور والانفلاماتوري سايتوكاين اللي كانت بتمنع المورنينج ستيفنس. يبقى الستات اللي عندها روماتويد ارثرايتس احسن حاجه نديها لها ايه؟ نديها موديفايد ريليز بريدنيزون تابلت. ليه كده؟ قالوا اصل هو هيريليز الدراج اللي هو البريدنيزون 4 اور افتر انجيشن، هيبقى يوسفول لانه هيدليفر الدراج ديورنج النايت تايم اللي كان بيطلع يحصل فيها ايه؟
نوكتورنال سيرج اوف انفلاماتوري سايتوكاين، فلما يطلع الدواء يديك انتي انفلاماتوري اميونو سبريسيف افكت يمنع النوكتورنال سيرج اوف انفلاماتوري سايتوكاين فيمنع المورنينج ستيفنس. في عندنا لوكال جلوكورتيكويد بريبريشن زي مثلا النيزل سبراي للناس اللي عندها الرجيك راينيتس حساسيه المناخير، او نقط للعين في الناس اللي عندها الرجيك كونجكتيفايتس الرمد الربيعي، او في نيوبولايزر او بخاخ العين ياخده، ها او انهيلر يعني العين ياخده في الناس اللي عندهم برونكال ازمه، او العين ياخد حقن ابر في الجوينت لو في التهاب، او العيان اللي عنده مثلا الالتريشن في الكولون اوتو اميون ديزيز اسمه السرتيف كوليتس ندي له انيما حقنه شرجيه. طيب دي كلها بتعمل ايه؟ دي ديليفر لارج اماونت اوف ذا دراج ات ذا ديزيز تيشو، يبقى كميه كبيره تطلع هنا او في اي مكان في ديزيز، فبدي يديك هاي لوكال افكت على مكان ما هو طلع، والابزوربشن بتاعه الاستيميك سيركوليشن هيبقى قليل لان هنستخدم انواع الاستاذ بتاعها هيبقى قليل، فبالتالي يدينا هاي ليفل ات ذا سايت اوف اكشن ولو سيستميك سايد افكت، يدينا ماكسيمم افكت ومينيمال سيستميك سايد افكت. من اشهر الحاجات اللوكال جلوكوكورتيكويد اللي بنستخدمها ده اسمه بادزانويد، البادزانويد، وفي عندنا الفلونيزولويد، وفي عندنا البيكلوميسازون، كل دي عباره عن ايه؟ اللوكال جلوكوكورتيكويد او توبيكال، واشهرهم احنا قلنا البادزانويد. تعالى ما نشوف الثيرابيوتيك يوز اوف جلوكوكورتيكويد. الجلوكوكورتيكويد الحقيقه بتستخدم اندوكراين ونان اندوكراين يوز، اندوكراين يوز ونان اندوكراين يوز. اندوكراين يوز فين؟ قالوا ريبليسمنت ثيرابي في الناس اللي عندها ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، ريبليسمنت ثيرابي علاج تعويض في الناس اللي عندهم ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. زي ايه كده؟ قالوا الناس اللي عندهم كرونيك ادرينو كورتيكال انسفيشنسي اللي هو الاديسون ديزيز، او اللي عندهم اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي اللي اسمه اديسونيان كرايسيس، او الناس اللي مولوده عندها حاجه اسمها الاطفال اللي مولوده عندها كونجنتال ادرينال هايبر بليشيا، دي كلها محتاجه مني ريبليسمنت ثيرابي. يبقى في الكرونيك ادرينو كورتيكال انسفيشنسي اللي اسمه اديسون ديزيز، زي واحد جاله تي بي في السوبر رينال جلاند واتدمرت الجلاند وتحولت الى كازياس ماتيريال او كازيشن تيشو، فبالتالي خلاص الجلاند راحت ما عادش بيفرز خلاص انت جلوكورتيكويد. في الحاله دي لازم اديله انا اللي الجلاند كان بيطلعه. طب الجلاند كان بيطلع ايه؟ جلوكورتيكويد، مونرالو كورتيكويد، وسكس هرمون. فانا بديله من بره جلوكورتيكويد اسمه الهيدروكورتيزون، واديله معاه مينرالو كورتيكويد اسمه فلودروكورتيزون، اللي كانوا في الجدول في الاول خالص، اللي هو اديله جلوكو اديله هيدروكورتيزون شكل بيطلع، واديله بقى مين كان بيطلع الدوسترون مش هينفع دي، اديله دواء تاني شبهه له مينرالو كورتيكويد افكت اسمه فلودروكورتيزون، واديته جلوكورتيكويد اسمه الكورتيزول او الهايدرو، واديته مينرالو كورتيكويد اسمه فلودرو كورتيزون. يبقى هديله العيان ده اول حاجه هديله اورال ديلي هيدروكورتيزون، طبعا هديه مرتين في اليوم، تلتين الجرعه الصبح والتلت في المساء عشان احاكي النورمال سيركيديان ريزم، وادي معاه فلودرو كورتيزون، ولازم اديله ادي صوديوم انتيك. لو الادلت بياخد في اليوم من 3 ل 4 جرام صوديوم في اليوم، ده خلاص كده كده انا عملت حاجه اسمها ريبليسمنت سيرابي، علاج تعويضي ريبليسمنت سيرابي، الحاجه اللي كانت بتطلع اديتها من بره هيدروكورتيزون فلودروكورتيزون، واديته ادي صوديوم انتيك. الستات بقى لو خدوا الادويه دي والعلاج ده ولسه المزاج بتاعهم ما اتحسنش، يبقى في الغالب الستات دول مزاجهم ما اتحسنش عشان عندهم الاندروجين ما خدهوش، الادرينال الاندروجين ما عادش موجود، خلاص الجلاند راحت بقت ايه؟ اتدمرت بالتي بي، فلازم نديها من بره داهيه، ها مش عشان تروح في داهيه، لا عشان ايه؟ عشان الدبريشن اللي عندها يروح في داهيه، لان السنس اوف ويل بينج والمود تشينجز مش هتتظبط لما تاخد مين؟ الداهيه اللي كان بيطلع جوه اللي هو هيدرو اي بي اندروسترون اللي هو الادرينال الاندروجين، ده في الستات بس. طب في الرجاله، الرجاله عندهم تيستيكل بقى عندهم الاندروجين طالع ما تقلقش منه، عندهم الايه؟ اللايدكسل قايمه بالوجه. طيب لما العيال اديله الادويه دي لازم اتاكد ان الجرعه كافيه، فخلي بالي من ساين وسيمتوم اوف كرونيك ادرينال انسفيشنسي تختفي، يعني كان عنده هايبوتنشن الاقي ريزوليوشن يختفي الهايبوتنشن، كان عنده ديزنس دايخ يختفي، كان جاي لي دي هايدريشن يختفي دي هايدريشن، كان جاي لي عنده هايبوناتريميا يختفي الهايبوناتريميا، كان عنده هايبر كاليميا اختفى الهايبر كاليميا. يبقى المونيتور فور ديس ابيرنس اوف ساين اوف سيمتوم اللي هي الهايبوتنشن والديزنس ودي هايدريشن والهايبوناتريميا والهايبر كاليميا. ايوه كان عنده هايبوناتريميا لان ما فيش عنده كورتيزول يدخل الصوديوم ولا يرمي البوتاسيوم، فحصل العكس قل الصوديوم وزاد البوتاسيوم. ايه كمان؟ مش كده بس، مونيتور فور ديس ابيرنس اوف ساين اند سيمتوم ومونيتور فور الادفيرز افكت، ممكن العيان يبدا يشهر يشتكي من مون يبان عليه مون فيس وبفر وهم، يبقى انت كده مزود الجرعه قوي، احنا عايزين نديله جرعه قد اللي كانت بتطلع جوه جسمه، لو زودت الجرعه هيبدا معاك. خلي بالك في الريبليسمنت دوز لو الدوز مظبوطه العيان ما بيجيلوش سايد افكت، امتى يبان له سايد افكت؟ لو خد لارج دوز، عشان كده مونيتور الادفيرز افكت اوف لارج دوز اللي هتحصل اللي بيسموها كوشنج سندروم. لو العيان بياخد مايكروزومال انزيم انديوسر، ها زي الفينيتوين اللي هو دواء الاريثميا والصرع
الاريزميا والابليبسي، او ريفامبين اللي هو دواء التي بي، او باربيتيوريت المنوم والمهدئ سيبنوتك. الادويه دي انديوس السيتوكروم بي 3 اي 4. فال 3 اي 4 لما بيحصل له اندكشن او بيتنبه بيزود تكسير الميتابوليزم يعني بتاع الهيدروكورتيزون والديكسا والبيدنيزون، فلازم تزود الجرعه. العكس بقى، لو العيان بياخد سيتوكروم 3 سيب 3 اي 4 انهبيتور زي البروتييز او انتي ريتروفايرال دراج، لازم تقلل الجرعه، لان دول يعملوا انهبيشن للانزيمات اللي بتكسر الهيدروكورتيزون ديكسا والبريدنيزون. فلو خد نفس الجرعه هيحصل لها اكيوميشن، يخش في توكسيستي، فلازم تخفض الايه؟ الجرعه. نخلي بالنا برضو العيان بتاع الكرونيك ادرينو كورتيكال انسفشنسي لما يتعرض لستريس، انت اعطي له النورمال دوز واعطي له كل علاجه، بس اثناء الاستريس لازم تزود له. طب ازوده ليه؟ لان انت اعطي له من بره ريبليسمنت ثيرابي بيحل محل اللي كان جوه جسمه، فهو دلوقتي عايزينه حاجه الطبيعه، الطبيعه اثناء الاستريس لازم يطلع لك جلوكورتيكويد بكميه كبيره، ده واحد من اهم الاستريس هرمون، وزود ايه جسمك ما بيقدرش يستحمل الاستريس وممكن يخش في سيركيولاتري كولابس وضغطك يوطى وتقوم ميت فيها. طب دلوقتي العيان ده بياخد علاج تعويضي من بره ما عندوش جوه نهائي، فاثناء الاستريس لازم احاكي الطبيعه اعمل ايه؟ نزود الجرعه. لو الاستريس ده مينيمال ادي له تو فولد اوف ذا دوز لمده 24 48 ساعه. يعني مثلا واحد عنده امتحان اند اوف بلوك ميد بلوك اكزام، طيب ده ماينور ستريس، فندي له ايه؟ ضعفين. النهارده كان بياخد دوز نضربها في اثنين لمده يومين قبل وبعد الامتحان. طيب وبعدين لو هي بقى سيفير ستريس ميجور ستريس، واحد لا قدر الله حصل له تروما، حصل له حادثه سياره، او هيعمل عمليه خطيره جدا ميجور سيرجري يفتحوا بطنه، ويقول لك هيعمل عمليه خطيره، ابوه الله يرحمه مات وهو بيعملها، وخاله مات وهو بيعملها، وعمه مات، العيله كلها ماتت وهي بتعمل العمليه دي، فهو خايف لا يموت، فدي اسمها ميجور سيرجري. في الحاله دي لازم تدي له 10 فولد دوز 10 اضعاف الجرعه. لو ما عملتش كده هيخش منك في اكيوت ادرينال كورتيكال انسفيشن، هيخش في سيفير هايبوتنشن شوك، اكنك عملت له صادن وزدرو، لان كان محتاج جلوكورتيكوت تطلع له وانت ما ادتلوش من بره، لانه معتمد اعتماد كلي على اللي بره، لان جسمه ما بيطلعش، انت اعطيت له علاج تعويض. يبقى دي بيسموها سبلمنتري دوز، مهمه جدا. يبقى العيان بتاعي ممكن وهو ماشي وياخد الجرعه بتاعته اليوميه وجرعه مظبوطه يخش مني في اكيوت ادرينو كورتيكال انسفيشنسي. ايوه، لو اتعرض لستريس وسعادتك وسعادتك ما اديتلوش سبلمنتري دوز اوف جلوكو كورتيكويد. طيب نيجي بعد كده العيان لو عنده اكيوت، يبقى اول استخدام فيها في دوكراين في الكورونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي. ممكن في حاجه بقى اسمها الاكيوت ادرينال كورتيكال انسفيشنسي اللي هو اليوز الثاني اللي بيسموه اكيوت اديسونيان كرايس، او بيسموها اديسونيان كرايس. ده ايه؟ ده عيان عنده كرونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي واثناء الاستريس ما خدش سبلمنتري جلوكوكورتيكويد دوز، ما خدش ضعفين الجرعه ولا 10 اضعافها حسب نوع الاستريس، مع انه واخد الجرعه اليوميه بس ما زودتلوش انت الجرعه. نمره اثنين، عيان عنده على كرونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي وهو واخد دواء يقفل الجلوكوكورتيكويد ريسبتور زي الميفيبريستون، زي واحده ماشيه على جلوكوكورتيكويد سيرابي وبعدين بقت بريجننت، وبعدين سمعت من بعض زميلتها او سمعت على السوشيال ميديا ان في دواء بيجيبوه تسقط نفسها عشان تسقط الجنين، مش عايزه الجنين ده مش عاجبها. طب تعمل ايه؟ قال له تاخد دواء اسمه ميفي بريستون. ميفي بريستون ده دواء بيستخدم في الميديكال ابورشن عشان ينزل الجنين. الميفي بريستون هو ودواء تاني شهيرين جدا، ميفي بريستون وميزو بريستون، ايوه بتاع المعده اللي بيحمي جدار المعده من الاتش سي ال، اسمه ميزو بريستون. الميفي بريستون وبعد منه بست ساعات دي ميزو بريستون اهم دوايين بيستخدموا في الاندكشن اوف ميديكال ابورشن، ان في حاجه اسمها سيرجيكال ابورشن انها تروح للدكتور يفرغ لها الحمل زي ما بيقولوا، يعمل لها تفريغ، عمليه تفريغ او ايه تنزيل الجنين. يعني انا نرجع بالموضوع ده بقى حلال ولا حرام مش موضوع. يبقى البيشنت ويز كرونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي اثناء الاستريس فما خدش سبلمنتري دوز، لو هو عنده كرونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي وياخد النورمال دوز بس خد دواء يقفل الجلوكوكورتيكويد ريسبتور زي الميفيبريستون، يبقى كانه عمل صدم وستروك. ايه كمان؟ او عيان بياخد الجرعه اليوميه وماشي عليها زي الفل وطلعت في دماغه قال لك يا عم اعمل دراج هوليدي، انا زهقت كل يوم اخد دواء تلتين الجرعه الصبح وتلت بعد المغرب الصبح واخر النهار، ايه ولا ده مش هخف بقى؟ هو المرض ده مش بيخف؟ هو فاكر ان المرض ده انفكشن كده وهياخد انتي بايوتيك ويروح لحاله، ده كرونيك ديزيز كنترولبل مش كيورابل، هيفضل طول عمره ياخد الدواء، يقوم العين فجاه يعمل ايه؟ صدم وستروك. كان بياخد من بره كورتيزول، الكورتيزول ها كان بياخده من بره كريبليسمنت سيرب، خلاص عرفت امتى يحصل له. الحاله الثانيه ان عيان ماشي على كورتيزول او جلوكوكورتيكويد وات ايفر هي مين، وات ايفر هي كورتيزول او انترميديت او لونج اكتنج، وخدها لفتره طويله اكتر من اسبوعين لجرعه كبيره،
تعمل ايه؟ جرعه كبيره من جلوكوكورتيكويد فتره طويله، تعمل لي فيدباك انهبيشن على الهايبوثالاموس بيتيوتري، في الاخر هيقل خروج الاس تي اتش، الجلاند دي هتنام، ما عادش بتشتغل. اصبح المريض معتمد اعتماد كلي على الاكسوجينس جلوكوكورتيكويد. ليه؟ لانه لما خدها بجرعه كبيره لفتره طويله عملت سبريشن للبيتيوتري اس تي اتش، ما عادش بيطلع. هو ده اللي كان تروفيك هرمون اللي بيشغل الجلاند، فالجلاند نام. لا عاد بيطلع جلوكوكورتيكويد ولا مينرالوكورتيكويد. فالمريض معتمد اعتماد كلي في تظبيط ضغطه ها على الاكسوجينس. يجي بقى يوقف فجاه، لا عاد في اكسوجينس ولا اندوجينس، كله راح. ايه اللي يحصل؟ يقوم يعني يجي له سيفير هايبو ادرينال فانكشن، يقوم داخل في سيفير هايبو تنشن وشوك، بسميها السويان كرايسس. طب جابوا لك المريض يقول لك ده وقف الدواء من يومين وضغطه وطى زي ما انت شايف يا دكتور، وداخل في ديهايدريشن ومش عارف يتكلم وشبت، تعمل ايه؟ بسرعه اعبيه فلويد، انترافينس فلويد، لان عنده الهرمون اللي كان بيخزن الميه والملح في الجسم ومظبط له الوتر الالكتروليت بالانس مش موجود، فاديله انترافينس فلويد من لترين ل 3 لتر نورمال سراين ومعاهم 5% ديكستروز، لان المريض اللي عنده هايبوجلايسيميا عشان حكايه الجلوكوجينيس ما عادش موجود. ايه بقى؟ لترين ل 3 نورمال سراين ومعاهم 5% جلوكوز او ديكستروز عشان اظبط الفلويد الالكترولايت بالانس واظبط البلاد بريشر واظبط الهايبوجلايسيميا. ودي بقى اللي هيحبس الحاجه اللي نقصت، مين اللي كان بياخد ايه؟ كورتيزون، اديله من تاني انترافينس هيدروكورتيزون، ها اديله بجرعه عاليه، وبعدين اعمل جرادوال وذرول، ارجع له الاورال دوز الطبيعيه بتاعته، وادي معاها مين؟ المينرال كورتيكويد اللي اسمه فلودروكورتيزون. فلودروكورتيزون يبقى العيان الاكيوت لازم اديله انترافينس، ما تقولش اديله اورال، اورال مين ده بيموت. انترافينس فلويد من 3 لتر نورمال سلاين اللي هو 9 من 10% صوديوم كلورايد ومعاه 5% ديكستروز او جلوكوز عشان نظبط الووتر والالكترولايت بالانس والبلاد بريشر والهايبوجلايسيميا. ودي انت لو اديت دول وما اديتش ده مالهوش لازمه، يعني مش مين اللي بيحبسهم في الجسم؟ مين اللي هيخزن الميه والصوديوم ويظبط البلاد فوليوم عندك؟ الهيدروكورتيزون اللي كان في جسمه اللي هو بطله، يدي له انترافينس هيدروكورتيزون لحد العين ما يضغط ويظبط ويبقى هيمو دايناميك ستيبل، بعد كده اعمل جرادوال وذرول وغير من الانترافينس للاورال، واكمل بقى ادي معاه كمان الاورال جلوكو مينرالو كورتيكويد اللي كان بياخده اللي اسمه فلودرو كورتيزون. طيب ثالث استخدام اندوكراين يوز قلنا في الاكيوت والكرونيك ادرينال كورتيكال انسفشنسي اللي هو الاديسون ديز والادرينال كرايسيس، ثالث يوز اللي هو كونجينيتال ادرينال هايبربليجيا. كونجينيتال ادرينال هايبربليجيا زي ما احنا عارفين بيبقى فيه سبيسيفيك ديفيكت او في الكورتيزول سينسز، يعني طفل صغير لسه مولود وجابه لك بقى عنده يومين او 3 ايام او اسبوع او شهر حسب بقى الحاله اللي كانت امتى، عنده سبيسيفيك ديفكت في الكورتيزول سينس. اشهر ديفكت بقى ديفكت في الايه؟ T11 الفا هيدروكسيليز او 21 الفا هيدروكسيليز، ديفكت في الانزيم ده فبيقل السنس اوف كورتيزول، يبقى العيان عنده ديفكت في تصنيع الكورتيزول نتيجه في ديفكت في السبيسيفيك انزيم في السنسيتيك باث واي اوف كورتيزول. اشهرها ديفكت في 21 الفا هيدروكسيليز انزيم، ده موست كومن ديفكت، يبقى يقل الكورتيزول سينسز جدا، فبالتالي هيحصل كومبنساتوري انكريز في الاس ال اتش، لان نعمل لك بوست فيدباك ميكانيزم لما يقل ده يقوم عامل على طول مين؟ بوست فيدباك ميكانيزم على الاس اتش، يطلع الاس اتش يعمل ايه؟ هايبربليجيا للادرينال، الجلاند تكبر وحجمها كتير وتبدا تصنع هرمونات لحد الديفكت انزيم السب اللي قبله كل حاجه طبيعيه، فبالتالي كل حاجه هتتكون ما عدا مين؟ الكورتيزول. يبقى يحصل كومبنساتوري ادرينال هايبربليجيا، يطلع لارج اماونت اوف كورتيزول بريكرسور خاصة 17 هيدروكسي بروجسترون. 17 هيدروكسي بروجسترون ده هيزيد جدا في دم المريض، هيتحول لاندروجين، هيتحول في جسم الطفل ده او الفيتس ده هيتحول لاندروجين، والاندروجين ده يعمل له ايه؟ يعمل له فيريلايزيشن، لو كانت فيميل يعمل لها فيريلايزيشن، تلاقي البنت اتولدت وشخصوها على انها ولد، يقول لها ايه ده عندك ولد، في الاخر تطلع ان هي جت ايه؟ ولدت بنت. ايه اللي حصل؟ اه والله ده كانت عندها ديفكت في ال 21 الفا هيدروكسيليز، فبالتالي قل الكورتيزول، حصل كومبنساتور انكريز في الاس تي اتش، حصل ادرينال هايبربليجيا، طلع لارج اماونت اوف كورتيزول بريكورسور خاصه 17 هيدروكسي بروجسترون اللي هو عمل تحول لاندروجين، تحول لاندروجين في جسم الفيميل فيتس، عمل لها فيريلايزيشن، فاداني حاجه اسمها اميجاس جينيتاليا، يعني السنه الجينيتاليا بتاعتها بقت شبه بتاعت الولد لكن هي مش ولد هي بنت. ايه كمان؟ ال 17 هيدروكسي بروجسترون ده يحصل له ميتابوليزم في الليفر، يطلع منه بريجننت ريول، بريجننت ريول ده ينزل في يورين بكميه كبيره، مهم قوي عشان اشخص المرض ده، عشان اشخص المرض ده ونسال الكلام ده في البايو في الباثولوجي، شخصه بايه؟ بالكميه الكبيره من بريجننت ريول، مهمه جدا. وايه كمان؟ لما تدي من بره علاج بقى احنا هنديله ايه؟ هنديله اللي كان ناقص كورتيزون. هتديله كورتيزون ليه؟ عشان اعمل فيدباك انهبيشن للاس تي اتش اللي مبهدل الدنيا مطلعه كميه كبيره من الاخ ده.
اديله كورتيزول، لما اديه المفروض ده يقل على طول، هو يقل ده يقل، لان عملت فيه نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاخ ده اللي كان عامل هايبربليجيا، فتقف الجلاند ويبقى العيال ما يعتمد اعتماد كلي على البراني اللي انا اعطيه. يبقى حلو في الدياجنوزس وفور فولو اب تو مونيتور ذا افيكاسي اوف جلوكو كورتيكويد ثيرابي. الديفكت اللي اقل منه شويه اللي هو الديفكت في ال 11 هيدروكسيليز انزيم، فده بيزود لي الفورميشن اوف ديوكسي كورتيكوسترون اللي هو الدوكا يعني، اللي هو له مينرال كورتيكويد افكت، فيزود الضغط عند المريض قوي ويعمل هايبوكاليميك الكالوزيس. يدينا ايه؟ اكن الالدوسترون زايد يا جماعه، يدينا هايبر تنشن وهايبوكاليميا والكالوزيس، يبقى هايبر ناتريميا وهايبر 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 تنشن وبلد فوليوم زايد وهايبوكاليميك الكالوزيس. ممكن يبقى في ديفكت بقى في ال 17 هيدروكسيليز انزيم، 17 هيدروكسيليز في الادرينال، بس ده مش موجود بس في الادرينال، ده موجود في الادرينال وفي الجوناد، في الادرينال وفي الجوناد، يبقى ديفكت اشهر ديفكت، ديفكت في ال 81 الفا هيدروكسيليز، يقل كورتيزول، يزيد الاس تي اتش جدا، يعمل لي ايه؟ هايبر بليجيا، يزود انتاج البريكورسور اوف كورتيزول خاصه ال 17 هيدروكسي بروجسترون اللي هيتحول لاندروجين، يعمل فيرلايزيشن للفيميل فيتس، تولد البنت نازله فيتس لسه نازله، ويقول لك ده ولد، ويطلع في الاخر ان هو ايه؟ بنت، لان عندها امبيجيوس جينتاليا، اللي يبقى في فيوجن في الليبيا مجهوره وكليتورال انلارجمنت يشبه ما يشبه الميل يعني. طيب ان بعد كده لما لو كشفنا عليها نتاكد ان هي في ميل. طيب ميتابولايز في الليفر، يطلع منه بريجننت ريول، فده ينزل في اليورين بكميات رهيبه، بقى حلو قوي عشان اقيسه في اليورين اشخص، وعشان اعمل فولو اب، كل ما ادي الدوز والاقيها مظبوطه معناها انه ايه؟ هيقل ده، كل ما يقل ها قل جدا ورجع لطبيعته معناها ان انا اديت دوز عملت لي سبريشن وقفت الهايبربليشن. كمان دي ويت افكت في ال 11 هيدروكسيليز يزود لي برودكشن اوف دي اوكسيكورتيكوسترون اللي يمتلك من رول كورتيكود افكت، يعمل سلطه دوتر ريتنشن، يعلي ضغط صوديوم دوتر، ويعمل هايبوكاليميك الكالوزيس. او ديفكت في السيفيدين هيدروكسيليز في الجونات بقى والادرينال في الاثنين بقى، يديني ايه؟ هايبوجوناديزم، ويزود انتاج الاليفين ديوكسيكورتيكوسترون اسيتيت، يدينا نفس الافكت اللي هو الهايبر تنشن وهايبوكاليميك الكالوزيس. ده لمحه بسيطه عنها، وطبعا الخطوبه تفصيل في الميه. طب نعالجه بايه؟ الاخ اللي عنده كونجنتال ادرينال هايبر بليشيا دي نعالجه لما يجيبوا لك الطفل في الطوارئ وين ذا بيبي او ذا فيتس، او اسف تولد خلاص بقى بقى وين ذا انفنت فيرست سين، بقى في الغالب جاي لك باكيوت ادرينال كرايسس، جاي لك اكنه اكيوت عنده اديسونيان كرايس، او وين ذا انفنت فيرست سين في الغالب اكيوت اديسونيان كرايس. طب عالجه ازاي؟ زي ما عالجناه هنا، انترافينوس فلويد اهو، اعبيه سلاين وجلوكوز، وادي له انترافينوس هيدروكورتيزون، واخفض الجرعه، وبعد كده انزله في اورال روت، وبعد كده اكمل معاه اعدي مع مين؟ فلودروكورتيزون. يبقى لما تديه فعالجه في الاول، نعالجه زي ما قلنا ايه؟ اكنك بنعالج اكيوت ادسونيان كرايز. وانس الطفل بقى هيمو دايناميك ستيبل ودينا ظبطت عنده، بشفته بقى اكنه كرونيك ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، بدي له الاورال زي ما احنا قلنا قبل كده، بياخد بقى الاورال هيدروكورتيزون والفلودروكورتيزون وادي كورتيزون انتيك خلاص. يبقى بعد كده لما الدنيا تظبط، هشفت الاورال روت، ادي له اورال هيدروكورتيزون وفلودروكورتيزون وادي كورتيزون انتيك. إيه زي ما احنا ايه اللي عايز يحب يعرف الجرعه، بندي الاورال هيدروكورتيزون 12 18 مللي جرام، 12 ل 13 مللي جرام في اليوم، 12 ل 18 مللي جرام لكل سكوير متر بودي في السيرف اريا، بيدي بقسم له مرتين، تلتين الجرعه في الصبح وتلتين بالليل افتر نور، عشان احاول احاكي النورمال سكيدول للنسب. طب دي ليه بتعمل كده؟ عشان تقلاو النورمال جروس والبول ماتريشن. فبتدي الجرعه الصبح واخر النهار، تلتين الصبح وتلت بعد الظهر، عشان احاكي النورمال سيركيديان ريزم واظبط الجرعه. مهم جدا ازاي الجرعه دي تبقى مظبوطه في الاطفال دول بالذات، عشان ايه؟ تقلوا النورمال جروس اند بول ماتريشن، وامنع الاندروجين اكسس، وامنع الاندروجين اكسس اللي ممكن يعمل بريكوكشنز بوبرتي، وممكن يعمل بريماتيور كلوجر. جربوا ان هم يدوا الاطفال دول البريدنيزون والترنيت دي سيرابي، دوها يوم اه ويوم لا، لون عمل جريتر سبريشن الاس تي اتش، وزود انكريزنج الجروس انهبيشن، يبقى عمل اس اتش انهبيشن احسن من الكورتيزول، لكن اللي بيستخدم دايما هو الايه؟ الكورتيزول. طب الاورال فلودرو كورتيزون بيتعطى؟ اه بيتعطى فلودرو كورتيزون، مهم اهو، ويتعطى الفلودرو كورتيزون الدوز بتاعته من 5% ل 2 من 10 مللي جرام، زائد اديكوت صوديوم انتيك، بيتعطى عشان ايه؟ ليه بتدي صوديوم وليه بتدي مضاد الكورتيكويد؟ عشان مينتين النورمال بلاد بريشر وبلازما رينين اكتيفيتي والكترولايت. طيب يبقى اول اندوكراين يوز ريبليسمنت ثيرابي في ثلاث حاجات: اكيوت ادرينال كورتيكال انسفيشنسي ادسونيان كرايسيس، كرونيك ادرينال كورتيكال انسفيشنسي ادسون ديزيز، او كونجنتال ادرينال هايبر بليشيا. ثاني يوز له في الكوشنج سندروم. الكوشنج سندروم ده عباره عن باي لاترال ادرينال هايبر بليشيا، يعني الطفل جاي لي عنده باي لاترال ادرينال هايبر بليشيا، يعني
يعني الجلاند فيها ايه هايبر ليشن. طب عالجوا الحاله دي في التالي عملت ايه؟ بتنتج اس تي، بتنتج منين الموضوع ده؟ بسببه ايه؟ اس تي اتش بيتيوتري بروديوسنج ادينوما، يعني سوبر رينال جلاند فيها تيومر ولا البيتيوتري؟ لا البيتيوتري فيها تيومر بيفرز اس تي اتش. نمره اثنين عنده اكتوبك برودكشن اوف اس تي اتش باي اذر تيومر، في تيومر مش في البيتيوتري حتى بيطلع اس تي اتش، فعامله هايبر بليجيا للسوبر رينال كورتكس، طلع كميه رهيبه من الكورتيزول والمينرال الكورتيكويد كلها. طيب او تيومر او ادرينال في الهايبر في الادرينال جلاند نفسها، يا اما المشكله ان في اس تي اتش زياده طالع من البيتيوتري او طالع من الاكتوبك تيشو فمشغل السوبر رينال عامل لها هايبرلجيا، او في تيومر في الادرينال جلاند نفسها عامل كده. علاج علاج جراحي، سيرجيكال ريموفال اوف ذا تيومر زاد بريديوس اس تي اتش اور كورتيزون، او اعمل اريديشن للبيتيوتري تيومر مش قادر اعمل سيرجيكال تيومر، واعمل ريسكشن للادرينال جلاند اللي فيها المشكله، بقول الاثنين اعملهم باي لاترال ادرينكتومي. بس خلي بالنا اما اشيلها انا كان يعني بيطلع في جسمه كميات رهيبه من الجلوكورتيكويد من الكورتيكويد، اكن دلوقتي لما شلتها يبقى انا عملت ايه؟ صادن وزدرون. فمن فضلك يوم العمليه البيشنت ماست بي جيفن لارج دوز اوف كورتيزول ديورنج الداي اوف سيرجري اند افتر ذا سيرجري، ياخد اب تو 300 مللي جرام هيدروكورتيزون بالانترافينس انفيوجن في يوم العمليه، وبعد كده ابدا اعمل له جرادوال وزدرول. ها خلي بالنا عشان لو ما اديتش الكميه الكبيره دي اول ما تشيل التيومر هيقوم داخل في وزدرول سيمتوم على طول، هنشوفها دلوقتي. فبالتالي عشان يمنع الكلام ده ادي له لارج دوز يوم العمليه واليوم اللي بعدها، وابدا اعمل له جرادوال وزدرول، وبعد كده بمشيه على لونج تيرم مينتنس ثيرابي، لان خلاص شلت له ما عادش بيطلع في جسمه من جوه نهائي كورتيزول ولا مينرال كورتيكويد ولا الدوسترون، فلازم اديله من بره بقى المينتنس ثيرابي اللي خدناها قبل كده، والا هيخش فيني يبقى ادسونيان او ادرينال ايه انسفيشنسي. طيب ده الاندوكراين نيوز. النون اندوكراين نيوز للجلوكورتيكويد ايه؟ اول حاجه في الانفلامات ديس اوردر، واحد عنده ارثرايتس او درماتايتس، ارثرايتس او درماتايتس انفلاماتوري ديس اوردر زي ايتس، اي حاجه فيها ايتس في الاخر، ارثرايتس درماتايتس ماشي. ايه تاني؟ الالرجيك ديزيز زي الانافلاكتيك رياكشن او انافلاكسيس، في الارتكاريا، في الاكزيما، في البرونكال ازمه، دي الالرجيك ديس اوردر. اوتو اميون ديزيز زي سيستميك لوبس اريثيماتوزس يبقى الحمراء، روماتويد ارثرايتس، روماتيك فيفر. ايه كمان؟ في السي ان اس قلنا افتر برين سيرجري عشان اعمل دي هايدريشن اعالج البرين اديما، ديكساميثازون بيمنع الوتر شيفت من الاكسترا سيلولر للانترا سيلولر، بحلو جدا بيعمل سيربرال دي هيدريشن يمنع ايديه. في الاي ديزيز واحد عنده حساسيه في عينه الرجي كونجكتيفايتس او التهاب في الجسم الملون او الملتحمه او يريدو سايكلايز اديله دي، يبقى خلاص اهم ثلاثه يوز في الماتريكس ديس اوردر الرجي ديس اوردر اوتو اميون ديزيز. سيستم بقى من فوق لتحت على السي ان اس افتر برين سيرجري بندي ديكساميزون، اكسبلين واي بندي ديكساميزون عشان امنع اعمل سيربرال دي هيدريشن امنع او اقلل البوست اوبرتيف سيربرال اديما. في الاي ديزيز الرجيك كونجكتيفايتس او يريدو سايكلايتس ليه؟ في التهاب الحساسيه العين او رمد الربيعي الرجيك كونجكتيفايتس ليه بتديها؟ عشان هو انتي انفلاماتوري وايميونو سبريس. في البلمونر ديزيز او اللنج ديزيز اللي هي البرونكال ازمه سواء كانت اكيوت ازمه سيفير ازمه اللي اسمها ستيتس ازماتيكاس او كرونيك ريزيستنس ازمه، هنا بديه انترافينوس هنا بديه بخاخ. ها في عين بيستخدم واي انهيليشن عشان ايه؟ عشان هو انتي انفلاماتوري وايميونو سبريس، كمان بيزود استجابه الادرينرجيك ريسبتور في البرونكاي للكاتيكولامين، وبيزود تصنيع البيتا ريسبتور بيتا 2 في البرونكا اللي بتعمل برونكو دايليشن. ايه كمان؟ الطفل لو اتولد قبل الاسبوع ال 34 من الحمل لازم الام اللي تتعطى ايوه بيتا ميسازول، افتكر بيتا ولا ديكسا؟ لا بيتا بتاع البيبي، البيتا فور بيبي، الام اللي تاخد وبعد 24 ساعه ده جرعه ثانيه، بعد كده بنولدها يبقى الطفل طلع عنده السرفات. ايه كمان في الشوك سواء سيبتيك او انافلاكتيك شوك؟ خلاص خدنا اليوز دي. في البراد ديزيز اللي هي اوت اميون ديزيز يعني هيموليتيك انيميا والثرومبوسيتوبينيك بيربرا نقص البليتلت. في الرينال ديزيز ده في النفروتك سندروم، نفروتك سندروم برضه عشان هو ايمونو سبريسيف وبيعمل دايلسيس في الحاله دي. في الجاسترو سينال ديزيز زي الليفر ديزيز او ليفر ديزيز زي الالسرتيف كولايتس وكرونز كرونيك اوتو اميون هيباتايتس، يبقى في الشوك خلاص خدناها. في البلد ديزيز اللي هي اوتو اميون ديزيز سواء هيموريتيك انيميا او نقص البليتلت نتيجه جسم كون اجسام مضاده تدمر البليتلت اسمها ثرومبوسيتوبينيك بيربرا او اسمها الثانيه نخشن لايك بيربرا. رينال ديزيز زي النفروتك سندروم اوتو اميون ديزيز اللي عن جسم ممرم مش مخزن ميه بيعمل دايوريتس في الحاله دي وايميون سبريسف. طب ايه كمان؟ في جي اي تي ديزيز او ليفر اللي هي السرتيف كولايتس اوتو اميون ديزيز في الكولون او كرونيك اوتو اميون هيباتيتس، خلاص واحنا فاهمين اورجان ترانسبلانتيشن تو بريفنت ريجكشن، عشان كده قلنا اهم يوز افيكت منه اللي هو انتي انفلاماتوري اميونو سبريسف. سكين ديزيز الاكزيما والدرماتيتس خلاص عرفنا ليه، في المالجنسي الكوميا والليمفوما عرفنا ليه خلاص، في النوزي اند فومتنج خاصه مع كانسر كيموثيرابي قلنا حلو جدا عشان بتمنع خروج السيروتونين، تقفل السيروتونين 3 ريسبتور في مركز تنبيه كيميائي اللي اسمه كيمو ريسبتور تريجر زون، وكمان ينبه الكورتيكوستيرويد ريسبتور في نيوكلاس تريكلاس ريتلاس في المضام. في الهايبر كالسيميا ممكن تتاخد اذر يوزز في الناس اللي عندها تي بي وجاي عامل انفلاميشن في ستيرا ساك سواء كانت من جيس او بلورا او بريكارديوم او بريتونيوم،
اللي هي توبركلاس مننجايتس او بوليروزي او بريتونايتس او بريكاردايتس. ليه كده؟ عشان ادي يدينا انتي انفلاماتري وايمينو سبريسيف افكت يمنع الانفلاماتري ادهيجن بين التو لاير اوف المننجيز، بين التو لاير اوف بلورا، التو لاير اوف ذا بيكارديم، التو لاير اوف ذا بروتونيال ساك. بس في الحاله دي لازم اديه اندر ذا امبريلا اوف انتي دراج، ما ينفعش تديه لوحده، لانك لو تديها هيظبط المناعه، هيخلي التي بي ينتشر في الجسم اكتر. طب في الحاله دي يكون ايه؟ لازم المريض يكون واخد الاول انتي تبركلز دراج واديه هو بقى بعد كده. طب انت اعطي جلوكوز في الحاله دي ليه؟ عشان امنع الانفلاماتوري ادهيجن او فاميليار تي بي، يعني التي بي منتشر في الجسم كله، عشان برضو امنع اقلل التوكسيميك سيمتوم في حاله التي بي. صد الافكت بتاعته لو تاخد لارج دوز في جرعه كبيره ممكن يدخل يعني في حاجه اسمها ايتروجينيك كوشنج سندروم، ايتروجينيك كوشنج سندروم، ايتروجينيك كوشنج سندروم. العين يبقى عنده ايه؟ ده يعني ايه ايتروجينيك؟ يعني كوشنج سندروم مش عنده تيومر في البيتيوتري ولا تيومر في السوبرا رينا، ده هو الدكتور اداله جرعه كبيره فور لارج دوز، اداله هيدروكورتيزون لارج دوز اكبر من او يساوي 100 ملي جرام يوميا لمده عدة اسبوعين، يبدا المريض يشتكي من اعراض الكوشنج سندروم، يبدا يبان عليه السايد افكت كلها من قال كده، مون فيس وبافلو هامب من ورا وترانكال اوبيستي وواستنج السكيتال ماسل واوستيوبروسس ويقولوا فراكشر، وبعدين الاقي الجلد حصل فيه سيننج اوف ذا سكين، وبقى يبقى فيه بروزس وتيكي، الاقي فيه حاجات زي كده علامات اللي هي الاستريتش ماركس وماسلونها بزرق كده، والاقي العيان بتاعه سكره يعلى، يبدا البلاد جلوكوز يعلى، يجيله هايبر جلاسيميا وضغطه يعلى جدا، ها جسمه كله يبقى مورم سولت اند ووتر ريتنشن، وفي الاول كده مزاجه حلو، وبعد كده بيجي له اكتئاب، يبقى عنده مون فيس اهو ويحصل فيه تغيرات في المزاج زي ما قلنا، هايبر جلايسيميا سولت اند ووتر ريتنشن سن اكستريمتيز. خلي بالنا العين الاوبيز بيبقى كله اوبيز، ايديه تخينه ورجليه تخينه وبطنه كبيره ووشه كبير، انما ده وشه كبير وبطنه كبيره، يبقى المشكله كلها فين؟ في الترانك، ده سايد افكت. عشان كده بقول لك بعض البنات بتاخده يقول لك عشان تتخن، عشان يكبر وشها، اوعي يا ستي تعملي، هيعمل الكلام ده هيعمل لك ضمور هنا، هيبقى مفيش تناسق بين ايديك ورجليك وبطنك، فبالتالي هيعمل واستنج اوف سكليتال ماسل وجزء من الماسل فيوباسيل. خلي بالك جلوك كورتيكويد في سيرابيوت دوز عمرها ما تعمل كوشنج سندروم. طيب قلنا عشان نمنع الاوستيوبروزس الاكل بتاع المريض يبقى ايه؟ غني في البروتين ايه، ونديله فيتامين دي وكالسيوم وبيسفوسفونات. عشان نمنع الهايبر تنشن والاديمه لو هنستخدم حاجه لفتره قليله نستخدم السينسيتيك الالوج اللي ملهاش سلطه دوتر ريتينج افكت. إيه لو عمل زود بلاد جلوكوز نبقى نظبط الاكل، وممكن نديله شورت اكتنج انسولين سيكريتاجوج اللي هي ادويه بتزود افراز الانسولين في الجسم، او رابيد اكتنج انسولين قبل الاكل. اللي نخلي بالنا الناس اللي بتاخد كورتيكوسترويد لازم الاكل بتاعها يبقى غني في البروتين وقليل في البوتاسيوم. إيه اول سايد افكت قلنا لو تاخد جرعه كبيره فتره طويله يدخل العيان في ايتوجينيك كوشنج سندروم. لو العيان بياخده فتره طويله وسحبه فجاه من الجسم يخش في اكيوت اديسونيان كرايسيس. عشان نمنع الكلام ده نعمل ايه؟ لازم نعمل جرادوال وزدرون. ايه تاني؟ لو هو بياخده وما عملش سادن وزدرون ممكن يجي له لو كان متعرض للستريس وما خدش سبلمنتري دوز، يبقى لو ياخده فتره طويله ومتعرض للستريس لازم يدي سبلمنتري دوز، يبقى زي يمنع اديسونيان كرايسيس في عيان بياخد جلوك كورتيكويد اول حاجه اعمل له جرادوال وزدرون. نمره اتنين لو متعرض للستريس وبياخد دواء اعمل له ادي له سبلمنتري سيرابي دوز، يضعف الجرعه يا 10 اضعاف الجرعه، او من الاول استخدم الترنيت دي سيرابي. ايه كمان؟ الدواء بتاعي بيعمل انتي انفلاماتوري وايميونو سبريسيف افكت، فيعمل سبريشن للانفلاميشن، فماسك علامات الالتهابات كلها، يعني يجي له الانفكشن والانفكشن تبرطع في جسمه، ما عندوش سخونيه، ما فيش ارتفاع في الحراره، ما فيش انفلاماتوري ميديتور ولا اي حاجه، يبقى ماسك يخفي علامات الانفلاميشن ويعمل فلير اب للانفكشن سواء تي بي او فايرال، فاوعى تديه في حاله فايرال انفكشن نهائي، لان جسمك محتاج تكوين الانتي بودي وممنع تكوين الانتي بودي، وفي التي بي ما تدوش الا اندر ذا امبريلا اوف تي بي. ممكن يعمل يمنع تكوين الانفلاماتوري ميديتور اللي من ضمنها البروستاجلاندين، فيدخل عليه في بيبتيك السر، وقلنا بيعمل بيبتيك السر عشان يمنع تكوين البروستاجلاندين اللي بتحمي جدار المعده، وعشان هو كمان بينقص الاميون ديفنس لوكالي في المعده اجنست ميكروب المعده اللي اسمه الهيكو باكتر. لو اتاخد لفتره طويله قلنا ايه بيعمل انيشال بعلي المزاج، بعد كده بيعمل ديبريشن وسايكوزس، على العين بيعمل بوستيرو سب كابسولار كاتراكت وبيعمل جلوكوما، بيعلي الضغط، بيعمل هايبر جلايسيميا ستيرويد دايابيتس قلنا عليها ازاي، بيعمل هشاشه عظام اوستيوبروزس، بيعمل بروكسيمال ماسل ويكنس مايوباسي وستنج. البيتا ميسازون والديكسا ميسازون، اللي هو البيتا ميسازون والديكسا ميسازون اللي ممكن استخدمهم في اخر الحمل عشان ازود السيرفكتنت، ممنوعين في اول ثلاثه فيرست تريمستر من الحمل، اول 12 اسبوع من الحمل ممنوع اديهم لانهم تيراتوجينيك. الاثنين دول في الاول لو الواحده خدتهم حامل او الطفل طفلها اتعرض له تنزل عندها كليفت بلت او الشفه الايه؟ الارنبيه. طيب اثر سايد افكت بيزود البلاكو اجابيرتي زي ما قلنا، بيعمل كروس ريتارديشن وعرفنا ازاي، بينقص الوند هيلينج،
بيعمل لوكال سايد افكت، بتحط لوكال يعمل هايبر بيجمنتيشن واتشنج وسكين اتروفي وسترايب. ودي مثال لبنات كده خدوا جلوكوكورتيكويد عشان يعملوا له ايه، عشان يتخنوا، شوفوا المنظر عندهم ايه، حصل ايه ترانكال اوبيستي، ده المنظر الفات اللي متجمع، وبعدين ده ايه ده منظر الاسترايا والسكين اتروفي، وعمل ايه الاسترايا اللي هي التعريجات دي او الاستريتش مارك واتشنج وسايد افكت. ده بالنسبه لي بدل ايه منظر الكوشنج سندروم اللي هو السايد افكت اللي ممكن تحصل، يزود الباك اجوليشن وروس ترديشن بيعملوا وند هيلينج. طيب خلي بالنا جلوكورتيكويد لو استخدمت فتره قصيره غير ان انا شفت حتى لو في جرعه كبيره ان اشوف سايد افكت. امال ايه في سايد افكت بقى ممكن تبان من اول يوم من اول جرعه، اللي هي الانسومنيا والهايبومانيا والاكوت بيبليك اكسر، وممكن يسال عليها ولا كوتش وذا فولنج ادفيرز افكت كان بي سين وذا فيرست دوز او ذا فيرست داي اوف ذا يوز اوف جلوكورتيكويد. عندنا ثلاث حاجات، انسومنيا هايبومانيا اكوت بيبليك اكسر، ما عدا ذلك محتاج لارج دوز فور لونج بيريود. في سايد افكت خطير ورير انه يحصل اسمه اكوت بانكريتايتس بس محتاج هاي دوز. قلنا دراج انتراكشن مع النون سترويدال، النون سترويدال بتعمل ايه؟ بتمنع تكوين انفلاماتوري ميديتور وبتعمل بيوتيك ارسل، الدواء بتاعك بيعمل زيها فممكن يدخل عين في بيوتيك ارسل. مع الانسولين، الانسولين بيوطي البلاك جلوكوز، هي بتزود البلاك جلوكوز فانترنايز الافكت في الانسولين. مع الانتي كواجلانت مانع للتجلط بتقلل البلاك اوجوليشن، والدواء بتاعك بيزود البلتلت وبيزود تصنيع الكولاجين، فاكر يحصل كواجوليشن فاكتور يحصل انتاجونيزم. كونترا انديكيشن، كونترا انديكيشن اوف جلوكورتيكويد قالوا في وجود انفكشن سبيشالي فايرال انفكشن ان الجسم محتاجه. طب هل يا دكتور ممكن في الفايرال انفكشن استخدمها؟ اه احيانا زي في حالات الكورونا كنا بنستخدمها عشان نوقف حاجه اسمها سايتوكاين ستورم او عاصفه السايتوكاين اللي كانت بتموت العيان، لان كميه السايتوكاين الرهيبه اللي كانت بتطلع كانت بتعمل سيركولاتري كولابس وكانت بتدمر لانج. فاحنا في الحاله دي احيانا بنديها، انما ابسوليوتلي في الحاله في معظم الحالات احنا بنخاف نديها الا يعني اخر اوبشن عندنا في الفايرال انفكشن. نمره اثنين، لو عيان عنده مينتال ديزيز، عنده ديبريشن او مانيا، ايه الناس ضغطها عالي هايبر تنشن، اللي عندهم هارت فيلير عشان هو بيزود الضغط وبيعمل سلطه الوتر تنشن، اللي عندهم السكر عندهم دايبيتس وساعتها ما ياخدش جلوكورتويد، فالمريض محتاج مني الاقي له جلوكورتويد اقل حاجه ممكن تزود البلوك جلوكوز، اللي هم الفلورينيتد اللي هم وحشين في اول الحمل، اللي هو الديكساميثازون والبيتا اللي هم اللونج اكتنج، لان لهم انتي ايميولوجيكال افكت وانتي انفلاماتوري افكت وهاز نو اور مينيمال افكت على كربوهيدرات ميتابوليزم. ايه بقى؟ انفكشن من فوق لتحت، المينتال ديزيز، كاردو فاسكولار ديزيز، هارت فيلير، وهايبرتنشن، سكر، دايابيتس، اللي عندهم بابتيك السر في الايرلي بريجنانسي، اوعى تدي الديكساميثازون والبيتا. البيتا ده اللي كان حلو عشان يزود السيرفكت، ممنوع في اول الفيرست تريمستر لانه ده اسمه فلورينيتد، بيعمل كليفت ايه؟ بيعمل كليفت بلد زي ما قلنا قبل كده. يبقى كده خلصنا الجلوكورتيكويد الحمد لله، وقلنا عرفنا الانواع بتاعتها واليوزز والسايد افكت والكونترا انديكيشن. السلام عليكم.